السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم طلابنا؟ عساكم بخير وبصحة وبعيدين عن شر كورونا. طبعا بهذا الفصل الثاني احنا حنبتدي بالفصل الثاني بالقلبية اللي عندكم، طبعا نركز على جراحة القلب. طبعا احنا حقدم لكم المحاضرة اللي بعنوانها Nursing Management for Patient with Cardiac Surgery، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. طبعا الأوتلاين مالت المحاضرة مالتنا اللي داخل عندنا اللي هو الأناتومية of the heart والسانس سبتم حنحكي عليها، والدايجنوستيس، بعدين نحكي على الاسسمنت اوف ذا هارت، بعدين نحكي على الكواير ديزيز اللي ناخذ مثال عليها هو المايتروسينوسيس والمايتروريجاجريتيشن، بعدين براها حنحكي على الكونجنتال هارت ديزيز، المثال عليها اللي حنحكيها هي الاي اس دي الاتريال سبتال ديفكت والفي اس دي الفنتريكال سبتال ديفكت والتوف اللي هو تترالوجي اوف فالو والكارديك كاركتريزيشن. طبعا اول ما احنا حنبدي بالاناتومي اوف ذا هارت، طبعا انتم مثل ما تعرفون انه الاناتومي مالت الهارت ماخذي بالسنين السابقة، انه تعرفون وماخذي ايضا اخذناه بالكورس الاول همينة، واخذتوه العام بالمرحلة الاولى بالتفصيل بالتشريح بالاناتومي. انتم مثل ما تعرفون انه الهارت يحتوي على 4 chamber 2 اتريوم اللي هو عندنا الليفت اتريوم والرايت اتريوم وتو فنتريكل اللي هو الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل. وتعرفون ايضا انه الدم يجي من لانج عن طريق البولميناري وصلز، بعدين براها يروح وين هذا الدم؟ بيسنج تو ذا ليفت اتريوم. نفس الوقت انه يجي الدم من كل انحاء الجسم عن طريق طبعا فينات كبيره اللي هو عندنا الانفيريال فينا كافا والسوبيريال فينا كافا، هاي يدخلون وين؟ يصبون بالرايت اتريوم. فهنا هسه نصب بالليفت اتريوم الدم ونصب ايضا بالرايت اتريوم، فحيصير عندنا مرحله الكونتراكشن، يعني هنا يصير التقلص، فحتنفتح ذني الصمامات اللي هو الاتريو فنتريكال فالف اللي المثال عليها هو عندنا الميترال فالف بالليفت اللي يصير اللي ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكال، والترايكاسبيد فالف اللي هو ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. فحي من يصير مرحله الكونتراكشن يمن تتقلص الاتريوم حتنفتح ذني الصمامات الوريقات مالتها حتنزل للاسفل حتترك براها فتحه يمر بها الدم. طبعا حيروح وين؟ الى هنا من جهه الليفت الى الليفت فنتريكل، ومن جهه الرايت الى الرايت فنتريكل. بعدين براها ايش حيصير؟ حيصير عندنا مرحله اخرى اللي هي مرحلة عندنا السيستوليك، يعني هنا انه هنا يصير كونتراكشن بالليفت فنتريكل وبالرايت فنتريكل. بالليفت فنتريكل لما يصير كونتراكشن حيندفع الدم عن طريق ذني الفالفات اللي هو السيمليونار فالف اللي هي بجهة الليفت موجود عندنا الاورتيك فالف، وبجهة الرايت موجود البولميناري فالف. فهنا حتنفتح ذني يما يصير مرحلة عندنا السيستوليك او مرحلة الكونتراكشن اللي هو بالليفت فنتركل وبالرايت فنتركل، فيندفع الدم بالليفت يندفع عن طريق الأورت إلى كل أنحاء الجسم، بالرايت يندفع عن طريق البولميناري إلى الرئة. فهاي هي التشريح، تشريح مبسط عن الهارت وعن الدورة الدموية السيركليشن.
طبعا هنا هسه حنحكي على الكلينيكال مانفستيشن. الواحد عنده هارت ديزيز. الكلينيكال مانفستيشن اول شيء انه هو يعاني من تشيست بين. التشيست بين طبعا احنا مثل ما اخذناه بالكورس الاول شو نسوي اسسمنت للتشيست بين، لازم انه يسالون المريض على المكان على اللوكيشن، بعدين عندنا الرايديشن امتداد الالم، تسالوه على الانتنسي او تسالوه على الكواليتيف اوف ذا بين، وتسالوه عندنا على العوامل الاجريفيتنج فور ذا بين او على العوامل فور ذا ريليفنج اوف ذا بين، عوامل اللي تؤدي الى زياده الالم، العوامل اللي تخفف الالم، ونسال ايضا على السان سيبتم اللي هو اسوشيتد وذ وذ بين. بعدين نسال على البيرسبشن انه شنو هو يعتقد هذا الالم شنو السبب مالته، ونسال طبعا عن التايم اذا كان التايب اوف ذا بين، اذا كان هو اكيوت اور كرونيك اوف ذا بين. هاي كلها طبعا انتوا اخذتوا هذا الاسسمنت بصوره مفصله بالكورس الاول وشرحناه. طبعا الساينوسيز هو بلو، طبعا الساينوسيز انه يعني الازرقاق، وهذا الازرقاق طبعا احنا نشوفه اما بصوره عامه، نشوفه اما بالتيب اوف فينجر، نشوفه عندنا باللبس، نشوفه من على النوز، نشوفه ارون ذا ايز، نشوفه دورات على التيب اوف ذا اير، على اللبس اوف ذا اير. فهاي الأماكن اللي احنا نشوف الساينوسيز، والساينوسيز مثل ما تعرفون بالكورس الأول احنا قلنا اكو تو تايب اوف ساينوسيز وقسموها العلماء according to the causes، اكو السنترال ساينوسيز واكو البرفرال ساينوسيز. والسنترال ساينوسيز قد يكون السبب مالته اما لانج او هارت ديزيز، او من في حين انه البرفرال ساينوسيز قد يكون السبب مالته كونستراكشن، يعني تقلص بالاوعيه الدمويه، كونستراكشن اوف ذا بلاد فاسلز. الفتيك، علامة الفتيك هي دلالة انه المريض عنده لو كارديك اوتبوت. طبعا السنكوبي اللي هو الاغماء او الدوار ديزينيس، هذه شنو الاغماء قد يكون من نوع انه اما قد يكون الاغماء الجهدي اللي يعني يصير اكسيرشنال، هذا في حالة يمن يصير اكو تضيق بالصمام الابهر، او قد يكون الاغماء التلقائي سبنتينيوس سانكوبي، قد يكون هذا من نتيجه من يصير اكو حصر بالحزمه القلبيه. وطبعا الديزي قد يكون يعني شكل ديزينيز، يعني يقول انه الدنيا دا تختار بيه، هذا يكون من نتيجه انخفاض لحصيل القلب للكارديك اوتبوت، قد يصير عندنا في التضيق التاجي من يصير واحد عنده ميترال ستينوسيس. طبعا ايضا من العلامات الاخرى اللي يصير عنده المريض مالتنا قد يصير عنده البالبتيشنز اللي هو الخفقان. شلون نعرف الخفقان؟ هذا ياخذ اشكال متعدده، اكو الخفقان المنتظم يعني اكو عندنا ريجولر بالبتيشنز، هذا شو وقت يصير؟ يكون تسارع في ضرب، تسارع منتظم في ضربات القلب يعني، واكو طبعا انه الخوارج الانقباض يعني اكو ضربات هاجره غير منتظمه، يعني مثلا انت تخلي ايدك على الباص وتشوف انه دق ضربات القلب تجي منتظمه، وبعدين براها تجي راسا ضربه اما قويه او تختفي ضربه، فهاي يسموها خوارج الانقباض. الشكل الثالث انه قد يكون هذا
التسارع الاشتدادي، انه قد يكون تسارع ضربات القلب بس غير منتظمة. هذا يصير في حالة التليف الأذيني، في حالة الاي اف، هذه الاتريا فبريليشن. الحالة الرابعة قد يكون التسارع الاشتدادي، هذا يد يعني انت خالد ايدك وتبدي تحس انه خفقان صار عنده سريع، يعني ضربات قلبه تدق راسا جتي بسريعه، وبعدين بشكل مفاجئ تتوقف وترجع مره اخرى. فهذه قد تكون الحاله. فاكو اربع حالات من الخفقان، قد يكون الخفقان المنتظم او يعني يصير regular palpitation، او قد يكون من خوارج الانقباض اللي هي من يصير عندنا اكتوبيك المريض عنده، او اما اتريال او فنتريكل اكتوبيك، فيعتبر المريض عنده يعني تجي ضربه او تختفي، اما ضربه قويه او تختفي ضربه زين، او قد يكون الاشتدادي السريع، يعني يصير في حاله ان السوبروفنتريكال تاكي كارديا، يعني يصير اكو تسارع يعني السريع وراسا يظهر ويختفي راسا، او قد يكون عندنا اضطراب النظم المتسارع الغير المنتظم، فهذا ايضا يعتبر بالبابتيشن. هذا يحصل بحاله عندنا الاي اف اي، انه في حاله التليف الاذيني. طبعا ايضا من العلامات مالت الكلينيكال مانفستيشن واحد عنده كارديك ديس اوردر، قد يكون عنده الكف السعال، والسعال انتم مثل ما اخذتوا بالكورس الاول اكو عندنا السعال هذا عندنا الكف وذ سبيوتم والكف واللي هو الدراي كف، هاي اللي ويا سبيوتم مش نسميه الاسم العلمي برودكتيف كف، واللي ماكو ويا بلغم شو نسميه نان برودكتيف كف. طبعا اذا احنا سالنا المريض عنده كف، المفروض انه اذا كان عنده برودكتيف كف فانت تساله شنو على الكميه مالت السبيوتم، الاموونت، الكلر، الكونسستنسي، هذني الشغلات المفروض احنا نساله. طبعا من العلامات الاخرى للكلينيكال مانفستيشن فور بيشن ويد كارديك ديزيز، طبعا الدسبنيا اللي هي تسمى بالعربي الزله. طبعا اكو بيها انواع مثل ما احنا نعرفها، عرفناها بالكورس الاول، اكو الاكسيرشنال دسبنيا، يعني الدسبنيا اللي يصير ويذ اني اكتيفيتي. طبعا اكو ايضا الاورثوبنيا اللي انتم مثل ايضا ما عرفتوها بالكورس الاول، هي الدسبنيا اللي تصير ان فلات بوزيشن، يعني المريض ما يقدر ينام بفلات بوزيشن بدون مخده without بلو، اذا نام هذه بدون مخده او فلات بوزيشن حيصير عنده ضيق بالنفس. اكو طبعا النوع الاخر اللي هو الباروكسيسمال نكتوريال ديسنيا، اللي هي تسمى بالعربي الزله الاشتداديه الليليه، هذه تصير انه يقدر المريض انه ينام. بعدين بعد فترة تقريبا قسم من الكتب تقول من 4 إلى 5، أو قسم من الكتب تقول 5 إلى 7، فيقعد إنه صاير عنده ضيق بشكل فجائي، يجي الضيق بالليل، فيضطر انه هذا المريض الى انه يقعد ويجلس على السرير او انه يوقف، فتروح من عنده هذه الحالة. طبعا النوع الاخر اللي هو الاكيوت بولميناري اديما، اللي هي وذمة الرئة الحادة، هذه تصير طبعا
نتكلم عن شنو يصير عندنا المريض، يصير عنده ديسنية، والديسنية يصير عنده سعال، وهذا السعال بيقشع ويعني بسبيوتم، والسبيوتم يصير من نوع الرغوي، هذا القشع الرغوي، الدورات يصير لونه اما بينك كلر او قد يصير وايت كلر. فهذه عندنا الانواع مالت الدسنية. فاذا الكلينيكال مانفستيشن اللي نقولها مختصره انه المريض اللي عنده كارديك ديزيز، قد يصير عنده تشيست بين، قد يصير عنده ساينوسيس، قد يصير عنده فتيك ويكنس، قد يصير عندنا سينكوبي، قد يصير عندنا بالبتيشنز، قد يصير عنده كف، قد يصير طبعا الدياجنوسيس تيست انه تتقسم الى انفيسيف والى النون انفيسيف دياجنوسيس. النون انفيسيف دياجنوسيس تيست اللي هو الاي سي جي الالكتروكارديوغراف. الالكتروكارديوغراف هو از فيجوال ريبريزنتيشن اوف ذا ان الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت reflected by change in electrical potential at the skin surface. يعني هو ظهار فعالية القلب المنعكسة التغيرات الوسع الكهرباء، الوسع الكهربائي الالكتريكال بوتنشنال اللي تظهر على سطح الجلد. وطبعا انه بالاي سي جي احنا نستفيد من عنده الالكتروكارديوغراف از بارتيكولار يوسفول ان ذا ان ذا ايفالويشن اوف كونديشن النورمال هارت فانكشن such as disturbance of the rate or rhythm or disorder of the condition. يعني احنا نستفاد من عنده الكشف عن الحالات اللي تؤثر على القلب الطبيعي، يعني in the evaluation of condition that interfere with the normal heart function. يعني كشف عن الحالات اللي تأثر على القلب الطبيعي مثل اضطرابات معدل، يعني such as disturbance of the rate اضطرابات من معدل ضربات القلب او الرثم او انه نظم القلب او disorder of condition يعني اللي يصير الخلل غير الطبيعي اللي يصير بالتوصيل الكهربائي او في حالة انه يصير توسع القلب enlargement of the heart chamber توسع القلب الشامبر مالته يعني التجاويف مالته or presence of the myocardial infarction ويكشف انه اذا كان المريض مصاب باحتشال عضل القلب او عنده عند الالكتريكال امبالانس يعني عنده اختلال في توازن الشوارد الكهربائي. طبعا ايضا من الانفيسيف بروسيجر اللي هو الاسكولتيشن. اسكولتيشن طبعا احنا اخذناه بالكورس الثاني، بالكورس الاول الاسكولتيشن الاسوان اللي ينتج من انه نتيجه انه انغلاق الصمامات مالت الاتريو فنتريكال فالف والاستو اللي ينتج من نتيجة انغلاق عندنا الصمامات السيميليونار فالف اللي هو الاورتيك والبولميناري فالف، والاس 3 يعتبر ارلي دايستوليك، والاس 4 يعتبر ليد دايستوليك، والمارمر ينتج من نتيجة من يصير تيوربلنت بالبلاس بلان. فهذه الأصوات يعني هي يمكن أن تعطينا indicator of the decrease or increase of the ventricular components يعني which may be causes by the heart ischemia or heart failure or hypertension or any defect in the heart.
يعني يمكن انه نستفيد من عندها لمعرفة، يعطينا فكرة اذا كان المريض عنده تضخم بالهارت من نتيجة جاية من عمان، مريض يكون اساسا هو منصاب عنده هايبرتينشن، او عنده المريض هارت فيلر، او عنده اسكيميك هارت ديزيز، او اكو ديفكت بالهارت، فهاي يمكن انه بالاسكلتيشن يعتبر كدلالة انديكيتر اوف ذا ديجريز اور انكريز بالفنتركل كومبلنس. كيس فور كارديو باسكولار فاكشن هو الاكسرسايز تيست. الاكسرسايز تيست هو ايضا يعتبر نان انفيسيف، يعني ايضا من اختبار غير مؤذي، طبعا يستعمل فور اسيسينج سيرتن اسبيكت اوف ذا كارديك فاكشن، يستعمل لتخمين بعض وظائف القلب. الهدف منه البربس ار تو سيرج فور اسكيميا اسكيميك تشينجز ان ذا اي سي جي، يعني احنا يمن نسوي هذه التمارين حتى نشوف اذا كان عند المريض اكو تغير بالتخطيط مالته من نتيجة انه عند المريض اسكيميا، او كذلك انه سكرين فور ذا اسكيميك هارت ديزيز and to evaluate the patient with the chest pain. يعني هنا ايضا انه يتم فحص هذول المرضى حتى نقيم chest pain، يعني بهذا الفحص حيتبين اذا كان هذا chest pain هو من نتيجة الاسكيميا، او انه قد يكون هو ماسكولار، او قد يكون حالة نفسي، فبهذا الفحص انه حيتبين. كذلك لمعرفة انه بهذا الفحص to assess the result of the therapy، يعني الطبيب يعطي علاج لهذا المريض حتى يشوف ان المريض قد استفاد من هذا العلاج، يمكن قد يسوي له هذا الفحص. طبعا هذا الفحص انه يمكن انه يكون على شكل انه باستعمال اجهزة مختلفة مثل المشي على البساط، هذا يسموه عندنا تريدمل اكسرسايز. هنا باعوا هذا الجهاز مال تريدمل اكسرسايز، يعني يخلون المريض على مونيتورينج فور 12 اي سي جي اند بلاد بريشر، وهذا بي سبيد وبي انكل معينه، يعني يزيدون انه للمريض يصير حتى زياده الاجهاد مالته، فشنو انه يزيدون الانكل اللي يمشي عليها المريض مع زياده السرعه، ويبدون يراقبون المريض فيشوفون شو يصير عنده من تغيرات هذا المريض اثناء الفحص. من الفحوصات الاخرى اللي نشوفها بطاولة المريض هو chest x-ray اشعة القلب، هذه انه يستفاد، هي ضرورية لمعرفة او تحديد حجم القلب to determine the size contour and position of the heart، ومرك وحجم القلب يحدد ويحدد مركز يعني موقعه، وكذلك انه يكشف تريفير cardiac and pre-cardiac classification، يعني يكشف اذا كان عند القلب صاير بيتكلس القلب وشفافه، ويوضح التغيرات الفيزيولوجيه demonstrated physiological alteration in the pulmonary circulation، يعني يوضح التغيرات الفيزيولوجيه اللي بالدوره الدمويه. لكن هذا الفحص does not aid in diagnosis of
معروف مايوكارديال انفاكشن، يعني هذا هو من شخص انه اذا كان المريض عنده جلطه او احتشاء بعضله القلب، وانما شنو انه اذا كان عند شخص، اذا كان عند المريض هذا او الاحتشاء عضله القلب، احنا احتمال شو يصير عنده؟ مضاعفات، يصير عنده كونجستيف هارت فيلر. فهذا الفحص تشيست اكس راي حيوضح اذا كان المريض صارت عنده هذا ابو الجلطه، صارت عنده مضاعفات عجز القلب الاحتقاني. ودورات طبعا احنا ايضا نشوف هذا المريض ابو الاحتشاء عضلة القلب، نسوي له عندنا بيس ميكر، يسوي تشيست اكس راي. ليش يسويها؟ حتى يشوفون كوركت بليسمنت اوف ذا هارت كاثيتر such as pacemaker and pulmonary artery catheter. يعني احتمال دورات هذا المريض ابو الاحتشاء بعضلة القلب يكون مسوي له جهاز نابض قلب الصناعي، او مسوي له الكاثيتر حتى يقيسون الضغط مالته، يعني pulmonary artery catheter. فشو يسمون؟ يسمون هذا المريض، يسووا له تشيس اكس راي حتى يشوفون هذه الكاثيتر هي موضوع عن مكانها، لو انزاحت عن مكانها. فهذا عندنا فائدة تشيس اكس راي. طبعا وصلنا بالدياجنوستيس فور كارديو فاسكولار فاكشن اللي هو بالفحوصات النان انفيسيف، يعتبر الايكوكارديوغراف اللي هو تخطيط صدى القلب. ان الموجات اللي از acoustic energy propagated as a frequency of more than 1,000,000 cycles per second. يعني الموجات الصوتية عبارة عن طاقة سمعية تنتشر أو تبث في ذبذبات أكثر من 1,000,000 دورة بالثانية. وبعملية التخطيط صدى القلب ترسل الموجات اللي هو يعني هنا الموجات ترسل موجات ذبذبات الموجات بواسطة محول لترانسديوسر لا يقوم بتحويل الطاقة من شكل إلى آخر، وخلال إجراء هذا هو غير مؤذي ويعطي معلومات كلش لها أهمية كبيرة. طبعا يستفاد من إيكوكارديوغراف is special useful in diagnosis and differentiation of the heart murmur. يعني يستفاد من عنده حتى يفرق بين أنواع المرمر، لأن المرمر أكو سيستوليك مرمر وأكو دايستوليك وأكو كونتينيوس مرمر. فبالإيكو يمكن أنه يميزنا بين الأنواع. ويمكن الإيكو أيضا أنه يفيدنا للكشف إذا كان أكو ثيكنج يعني بالهارت، يعني أكو تضخم بجدران أو تضخم بجدرانه أو بالحواجز، يعني هنا أنه يكشف لنا whether the heart is dilated as well as or septum are thickening or precordial effusion is present، او اذا كان اكو انصباب التاموري. ويمكن انه هذا بالمستقبل يمكن انه يستعمل مؤخرا لدراسة حركة الصمامات القلبية الصناعية. يعني هذا المريض ابو البروستاتيك هارت والد اللي زارعي له الصمام الصناعي، يمكن انه شنو يسوي له الايكو حتى يشوفون حركة هذا الموشن اوف ذا بروستاتيك هارت فالف، حتى يشوفون حركة الصمامات القلبية الصناعية. طبعا هذه هي اكثر النهاية النان انفيسيف
البروسيجر الموجودة في طبلة المريض اللي احنا نشوفه الاي سي جي، ونشوفه قاعدين عندنا الاسكلتيشن، ونشوف الاكسرسايز تيست، ونشوف الجيست اكس راي، ونشوف الايكوكارديا جراف موجود. هسه طبعا احنا وصلنا الى دايجنوستيس فور كارديو فاسكولار فاكشن اور بلاد تيست، طبعا اللي هو يعتبر من الانفيسيف تيست. طبعا هنا البلاد تيست المثال عليها هو احنا حناخذ الكارديك انزيم اللي هو السيرم كرياتينين كاينيز. هذا السيرم كرياتينين كاينيز هو يعتبر از مور سنسيتيف اند ريلايبل انديكيتر اوف اول كارديك انزيم، يعتبر من اهم الانزيمات ذات الدلاله الصحيه للاصابه بامراض القلب. و هذا الانزيم انه يبلغ طبعا تصل ذروته الى خلال 24 hours، وبعدين يرجع return to the normal من 72 الى 96 ساعة. طبعا الانزيمات الاخرى اللي حنذكرها هو اللاكتيك ديهايدروجينيسيس انزيم، طبعا هذا يعتبر هو اقل اهمية من الانزيم من الانزيمات السابقة، الا انه يزداد بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة اكثر من اي انزيم اخر عند حدوث الجلطة القلبية، may be indicator of acute myocardial damage. هو يمكن انه او اضر because it peaks later and is elevated longer than other cardiac enzyme. لكونه هو يزداد بنسبة كبيرة أكثر من أي إنزيم آخر عند حدوث الجلطة القلبية ويبقى مدة كبيرة، لهذا السبب أنه يستفاد من عنده is useful diagnosis test، يعني يمكن أن يستفاد من عندك تيس للمرضى to patient who may have system acute myocardial infarction، للمرضى اللي يصير عندهم يتأخر دخولهم مرضى الاحتشال عضلة القلب اللي يتأخر دخولهم إلى المستشفى، فيمكن أنه يستفاد من عنده. طبعا هسه وصلنا ايضا بالدياجنوستيس للليبيد بروفايل اللي هو يعني بالعربي شحوم الدم الزلالي الشحمي، واللي هو منها عندنا التريجلايسرايد والكوليسترول ليفل، وهذه انه may be measured to evaluated person risk for developing of atherosclerosis، يعني تقاس لمعرفة قابلية الجسم على التعصب الشرياني. طبعا من الانفيسيف دايجنوستيس اللي هي بالبلاد تيست احنا حنسوي يشوفون طبلات المريض، عندنا فحص التخثر اللي هو الكوغليشن ستديز، يشوفون البي تي تي اللي هو البارشر ثرومبوبلاستين تايم، والاي بي تي تي اللي هو الاكتيفيتد بارشر ثرومبوبلاستين تايم. طبعا هذول الفحصين يسمى هو اختبار للمانتبلات تيست، وبهذا الفحوص هو حيحدد ونميز تو ايدنتيفاي ان كاركترستيك coagulation. طبعا ايضا من الفحوصات الاخرى اللي حنشوفها نشوف عندنا البي تي
البي تي يو اللي هو البروثرومبين تايم، ونشوف ايضا فحص اخر موجود بالطابله اللي هو الانترناشونال نورماليزد ريشيو اللي هو الاي ان ار المعياريه. وها شنو معناته؟ انه هذا الريشيو هي تكون طبعا النسبه الريشيو بتوين ذا بروثرومبين تايم اوف ذا بيشنت سامبل to the same ratio of the standard sample. هاي هي معناته، وهاي الطبيعية تصير من 1 إلى 2. طبعا من الفحوصات الأخرى مالت الانفيسيف diagnostic test اللي هي البلاد تيست، الالكترولايت فحص الشوارد الكهربائية، وفحص الشوارد الكهربائية الإلكترولايت لها تأثير فعال على حياة المريض. يعني هنا السيرم الإلكترولايت كان affect the prognosis of a patient with heart disease. فالسيرم الصوديوم هذا يعكس reflective relative water بالانس، يعكس توازن السوائل بالجسم، في حين انه السيرم بوتاسيوم انديكيتر اوف رينال فاكشن، يعني هو بس علامه على كيفيه عمل الكليه، يعطي دلاله. وحيث انه زياده اما بالنسبه لتاثير للقلب، فالبوتاسيوم كوزز اذا قل حيسبب يسبب كارديك اريتابولتي، يعني هيج عضلة القلب، في حين انه زيادة شي سبب يسبب دبرس بالمايوكارديوم. الكالسيوم ايضا هو يعتبر نيسيساري فور فات فور بلاد كوغيليشن اند نيورو muscular accessibility، يعني يعتبر عنصر الكالسيوم هو مهم لتخثر الدم وللتهيج او التحفيز. طبعا احنا وصلنا الى الاسسمنت مالت الهارت. حتى نسوي اسسمنت مالت الهارت فالمفروض انه نسوي اسسمنت للابدومن وللثوراكس، لان حتى يكتمل نسوي كومبرهاسيف اسسمنت للارت لازم نسوي اسسمنت للثوراكس والابدومن. شباب يعني هذا الاسسمنت مالت الهارت احنا اخذناه بالفصل الاول وهو مطلوب من عندكم هالسنه، من ضمن الاوت مالتكم هو الاسسمنت مالت الهارت، ويا اخذنا الثوراكس ويا اخذنا الابدومن. فحتى نسوي اسسمنت كامل فلازم احنا نحتاج الاسسمنت مالت الثوراكس ويا والاسسمنت مالت الابدومن، فهاي مطلوبه من عندكم. المفروض تروحون على مالت الفصل الاول. طبعا هسه اني هنا سويت لكم، لان احنا كل سنه انه قدامكم نفحص المريض، فهالسنه اني هسه خليت لكم الفحص مالت الثوراكس باع. وهسه هنا اول شيء طبعا احنا نسوي الانسبكشن للثوراكس من الانتيريور والبوسيرا. طبعا هذا احنا احكيكم على الاسسمنت كشيء مختصر، فانتوا تروحون مالت الفصل الاول، تروحون على المحاضرات مالتكم تشوفوها. هنا طبعا نسوي بعد ما سوينا انسبكشن بعد ما سوينا انسبكشن للثوراكس، فهنا بالفيلم دا يظهر عندنا دا تحدد التي 9 والتي 10، لان نسوي هنا تشيست اكسبانشن از ذا بوستيريور. باع شلون التشيست يكون مستوية فقرة تي 9 تي 10 شلون حددتها؟ ها وسوتها هنا بعد ما سوت التشيست اكسبانشن، ده سوي طبعا البالبيت.
طبعا هنا بالبيت فورد، طبعا يمن واحد يسوي بالبيت، احنا عرفنا بالبيت لشنو، بالبيت للفرماتز يمن تقول لنا 99، فشوف شوف الاهتزازات اللي جوا ايديها، بالبيت سوي بالبيت اذا كان اكو للتمبرتشر، بالبيت للكريبتز، بالبيت للسكن، للسكن كاركترستيك يعني اذا كان اكو اي ليجن. بعد ما خلصت من البالبيت بدأت بالتكنيك الاخر بالبوستيريور اللي هو البيركشن. تعرفون انه بالبيركشن طبعا من واحد يسوي بيركشن بتوين ذا اسكابيولا، طبعا يصير عندنا البيركشن بالنورمال، هو يعطينا صوت الريزينس. بعدين براها بدت طبعا هي بدت بالدايفرام اكسكيوريشن اللي احنا سويناه، من ياخذ المريض اول شيء يطرح النفس مالته، اول شيء نحدد احنا الموقع بلود سكابيولا، بعدين براها بعد بلود سكابيولا، بعدين براها قالت له اخ اطرح النفس مالتك، وسوت بيركشن فطلع ريزنس. عن من ما وصلت للدايفرام طلع دلنس. بعدين براها قالت له انه ياخذ نفس عميق، فبعدين براها انه ايضا نسوي البيركشن. وعن من ما يتغير البيركشن الى دلنس، خلي اشاره وقاست المسافه المفروض من 3 الى 4. بعدين براها يجي البروسيجر اللي سوته، شفتوا ذيك الساعه سوت طبعا الفيس بيركشن، وبعدين هسه سوت هذا عندنا البروسيجر، هذا التسويه مالت عندنا البريثنج ساوند اللي هو بين السكابيولار، يصير برونكو فاسكولار بالبرفرال مالت اللانج، يصير عندنا فاسكولار. ولازم طبعا تخليها انه مده دقيقه، وتقول للمريض انه ياخذ ويطرح النفس مالته. باعوا هذا عندنا الفاسكولار ساوند. زين هاي طبعا مده دقيقه، انت لازم تخلي السماعه وتقول له ياخذ نفس حتى اشوف. طبعا مواصفات انه البرونكال البرونكو فاسكولار يصير الانسبيريشن والاكسبيريشن يصير اكول، ويصير عندنا البيتش يعني مالته يصير مودريت، في حين الفاسكولار المواصفات مالته يصير الانسبيريشن وبرولونج ثاني اكسبيريشن، ويصير عندنا لو بيتش. في حين عندنا البرونكال اللي هو يتخلى بالتريكيا او بالابيكس مالت اللانج، فهذا شنو يصير المواصفات مالت البرونكال، يصير انه الاكسبيريشن برولونج ذان انسبيريشن، ويصير الاكسبيريشن هاي بيتش ذان انسبيريشن. بعدين خلصت من البوستيرير مالت الثوراكسس، بدت بالانتيرير ثوراكس باعوا، بدت هنا شلون نسوي انسبكشن. بعدين براها بدت عندنا تسوي بال بيت، طبعا هنا طبعا تسوي شنو، تسوي تشيس اكسبانشن از ذا انتيرير. انتيرير طبعا تشيس اكسبانشن از ذا انتيرير، تقول للمريض ياخذ دي بريثين، فشوفوا الثام شلون عندنا يصير انفراج بي، فالمفروض الطبيعي هي من 5 الى 10 سنتيمتر. هسه طبعا دا تسوي طبعا انه بالبيت فور فريمايتس كله تقول 44، فتتحسس عندنا بالريجفان.
المفروض هي بدها تسوي بالبيت، بالبيت طبعا بدها تشوف الليجن، تشوف التمبريتشر، تشوف الكريفيتيز، وبعدين براها اجت للبال، اجت التكنيك الثالث اللي هو شنو؟ هذا التكنيك مالت البيركشن. طبعا بالنورمال يصير الصوت اللي ينطيه هو ريزينيس. بعدين براها طبعا جتي بالتكنيك الرابع اللي هو الاسكلتيشن، طبعا بالبرونكال اللي هي هسه بعد تخليه بالتريكل، طبعا يكون الاكسبيريشن وبرولونج ذان انسبيريشن، وبالبرونكو فاسكلار اللي تخليه بالفيرس والسكند انتركوستال سبيس. هذا الشيء يكون عندنا اكول، ويكون بيتش مالته يكون مودريت، وعندنا بالبرفرار مالت اللانج يصير انه الانسبيريشن وبرولونج ذان اكسبيريشن. بعدين براها طبعا هسه هي تسوي انسبكشن للهارت، تشوف طبعا الفايف كيز احنا عندنا الفايف كيز قلنا بالسكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت اللي هو الاورتا، والسكند انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اللي هو يصير البولميناري، بالثيرد انتركوستس، بالفورث انتركوستس بيس تو ذا ليفت التراكاسبيد، وبالفيث انتركوستس بيس المايترا. بعدين براها بعد تسوي بالبيت بريكارديا، بالبيت بعد شلون يديها خالته، طبعا تسوي بالبيت بالبالمر، مو بالبالمس براحة اليد، وانما بالبالمر او بالالنار يصير بالبيت. هاي من تسوي بالبيت تشوف اذا كانت اكو جوا ايديها اي فبريشن. طبعا الاسكلتيشن، طبعا يمن تسوي الاسكلتيشن يكون بالنسبه للهارت ايضا تخليه على الفايف كيز اللي هو باعه، خليته بمنطقه الاورتيك، بعدين خليته بمنطقه البولميناري، خليته بعدين بمنطقه التراكاسبيد، بعدين خليته بمنطقه المايترال فالف. ضاع. طبعا هنا بدي اشوف اذا كان عند المريض يعني هذا اي ابنورمال ساوند، ف هنا اشوف طبعا الاس 2 وتسمع الاس 2 والاس 1، والاس 1 هو ينتج من انغلاق عندنا المايترال والترايكاسبيد فالف، ويكون اكثر شيء ينسمع منطقه المايترال اريا، والاس 2 ينتج من انغلاق الصمامات الاورتيك والبولميناري، وينسمع اكثر شيء منطقة الأورتك. ما تشوفون شباب هنا بعض تسمع، طبعا إذا كان عند المريض الأس 3، الأس 3 اللي يعتبر الأيرلي دايس أسسمنت مالت الأبدومن، أبدومينال أسسمنت. فهسه بهذا الفيلم حيتوضح لكم الأسسمنت مالت الأبدومن. أول شيء حسوي عندنا انسبكشن للأبدومن، طبعا شلون تسوي الانسبكشن للابدومن، شلون تسوي اكسبوجر للابدومن، فشوف اذا كان اكو اي ليجن، اذا كان اكو اي سكار، بعدين برا الانسبكشن فحسوي عندنا الاسكولتيشن. طبعا الاسكلتيشن يصير للباول، طبعا باعوا هنا وين خليته بالباول، قسمت الابدومن الى فور كوارتر نقسمها ونخليها السماعه طبعا
بالدايفرام، نستعمل الدايفرام ونخليها بال بال باللور فوق باللور رايت كوارتر. بعدين طبعا الحركة مالتها تصير حسب أقرب الساعة، فبعدين براها طبعا هي تسوي عندنا للفاسكلار ساوند اللي هو الأورتا سمعت بيه، وبعدين هنا عندنا رينال أرتري بالليفت والرايت، بعدين اليك أرتري، بعدين براها الفيمرال أرتري، بعدين براها سوت عندنا البيركيشن، باعوا البيركيشن اللي طبعا بالابدومن انه يطلع از جنرال، يطلع عندنا البيركيشن، عندنا يطلع تمبني الا اذا وصلنا للليفر او لل، فيطلع عندنا الليفر والسبلين، يطلع عندنا البيركيشن بدلنس، واذا كانت الابدومن بيها فلويد فاحتباس بيها بريتيشن فيطلع عندنا دلنس. هسه هنا انا سويت بسوي بيركيشن للليفر، بدت بالبيركيشن للليفر من السكند انتركوستال سبيس، سويت البيركيشن فيطلع ريزينيس، عن من ما يتحول الصوت الى دلنس خلت اشاره، وبعدين بدت من البلو امبولايكال، بدت البيركيشن عن من ما تحول الصوت الى دلنس خلت اشاره وقاست الاشارتين، بعدين براها طبعا تسوي بيركيشن للسبلين، فالمفروض انه بالبيركيشن مالت السبلين تسوي طبعا خطوط وهميه، هو بالميدلاين تسوي البيركيشن فيطلع هنا عندنا ريزينيس، عن من ما تتغير، عن من ما توصل السبلين فيتغير الصوت الى ضنس وتخلي اشاره، فبعدين براها تبدي من بعدين تقول له ياخذ ديب بريثنج وتمشي وتنزل لي جوا، فتعمل من غير الصوت من دلنس الى ريزينس وتخلي اشاره. بعدين هسه هنا طبعا بدت انه تسوي بيركيشن لل بيركيشن لل للبلادر، اذا كانت فارغه البلادر فالبيركيشن مالتها ايش يصير؟ يصير تنبني، اذا كانت بيها فلويد فالبيركيشن شو يصير؟ يصير دمنس. طبعا هنا دا تسوي بالفيلم بيركيشن از جنرال، يعني بالبيت از فبالبالبيت، يعني بالبيت عندنا مايلد وعندنا مودريت وعندنا ديب، فبالبالبيت الديب حتى طبعا حتى تشوف اذا كان اكو اي ماس اي تيومر يمكن انه بالبالبيت، يمكن انه تحس بالاورجن، يعني هنا بالديب هنا نسوي هسه عندنا بالبيت فور ذا ليفر، طبعا هنا بالبالبيت هنا تقول له ياخذ طبعا هذا البالبيت تقول له انه ياخذ ديب بريثينج، وبعدين حين المارجن اوف ذا ليفر تتحسسه بالطبيعي شباب انه ما نتحسسه. هنا أنا بعدين نسوي بالبيت للسبلين، بعرف شلون انه تدور ايديها وشلون نسوي البالبيت للسبلين، بالطبيعي المفروض نوت بالبل، لكن اذا واحد عنده بلادر، اذا عنده واحد
هيم يعني عنده سبينوميجالي، فيمكن انه يمكن انه تقدر انه تسوي بالبل له. طبعا هنا البالبيت فور ذا بلادر بالطبيعي، طبعا انت ما تحس البلادر نوت بالبل، لكن اذا كانت بها سوائل يمكن انه تحس منتفخ، يمكن انه تقدر تسوي لها بالبل تحسها جوا ايدك. طبعا بالبيت ايضا هذا ان الهيباتوجوجولار ريفلكسز باعوا هي دسوي بالبيت، وبنفس الوقت شو تقول له؟ تقول ياخذ ديب بريثنج زين، بعدين براها طبعا لازم يتفاوى على جوجلر فين. وهنا طبعا طبعا تعرفون انه بالبالبيت او في باتا جوجلر ريفلكس زي ما تمد ايديها فشوف ايش قد الديستنشن سوته. بعدين براها سوت بالبيت عندنا هنا الاورتيك اللي هو صار 1 و2 هنا لما شفتوها بمنطقة الابيغاستريك اريا، هذا اخر فيلم مالت. اللي يعتبر واحد من الانفيسيف هذا دايجنوستيس، ويمكن انه نعرف الكاردي كافترزيشن هو كومبريهنسيف تيرم تو ديسكرايب ماينر سيرجيكال بروسيجر فور دايجنوستيس ايفالويشن اور انترفينشن، يعني هذا الاجراء الجراحي قد هو يعتبر ماينر، ويمكن انه قد يكون دورات دايجنوسيس يعني يشخص تنجمع الداتا خلال القسطره فيشخص المريض شنو عنده. ثيرابيوتيك شنو هو؟ يمكن معالجه الديس اوردر اللي موجود بالفاسكلار، فبهاي الحاله اذا عالجناها ايش حيعتبر؟ حيعتبر الثيرابيوتيك القسطره تعتبر علاجيه. طبعا يا هسه وصلنا للانديكيشن يعني الحالات اللي نسوي لها القسطره، هي الحالات اللي يمن يشتبه بها ان المريض عنده كورناري هارت ديزيز حتى يتاكدون من عنده، يشوفون يا شريان المتاذيه، حالات المايوكارديال انفاكشن يشوفون ايضا الشرايين المتاذيه، حالات يمن يصير واحد عند الواحد سدن كارديو فاسكلار ديث حتى يعرفون شنو السبب مالت هذا السدن كارديو فاسكلار ديث، الفالفلار هارت ديزيز يشوفوا حتى اذا الانديكيشن مالته قد يكون فالفلار هارت ديزيز حتى يعرفون هذا الفالف شنو الستينوسيس مالته، يعرفون يابا يعرفون انه يعني الستينوز مايل مودريت سيفير، يعرفون اذا كان عند المريض ريجارد ريتيشن يعني عدم كفاءه بالصمامات فيتبين هاي كلها بالقسطره. زين الكونجنتال هارت ديزيز يتبين بالقسطره شنو الديفكت الموجوده بالهارت، الديفكت طبعا اكو بالاثريوم واكو بالفاسكلار مات الهارت واكو بالفنتريكل، فهاي يتبين اثناء القسطره، يتبين بالقسطره ايضا اذا كان عند المريض اورتيك دي سكشن يعني انسلاخ الاظهر، اذا كان عند المريض بريكارديو كونستراكشن، في حاله البريكارديو كونستراكشن ايضا للتاكد من عدم يسوى للقسطره، في حاله الكارديومايوباثي تضخم عضله القلب، في حاله يمن يسمو عند المريض هو اساسا هارت ترانسبلانت يعني عند زرع القلب فيريدون يسووا له فلو اب، فشي يسوون هذا القسطره حتى يشوفون التطورات اللي صارت عند المريض من خلال هذه العمليه، فالانيشال اند فلو اب اسسمنت اوف ذا هارت ترانسبلانت. طبعا هسه وصلنا احنا نريد نعرف يا مرضى اللي احنا
منسوي لهم القسطرة. المرضى اللي عندهم أكتف بالجي آي بليدنج، يعني اللي عندهم عندنا بليدنج بالجاسترو انتستينا، فذولا ما يسوي لهم القسطرة. المرضى اللي عندهم رينال فيلر، المرضى اللي عندهم ريزن ستروك، يعني اللي عندهم هسه صاير عندهم جلطة دماغية، اللي عندهم فيفر فروم انفكشن ما معروف السبب، فما يسوي لهم القسطرة. اللي عندهم الالكترولايت امبالانس ما يسوي لهم القسطرة. اللي عنده سيفير انيميا ايضا ما يسوي له القسطرة. اللي عنده ديجيتال انتوكسيكيشن ايضا ما يسوي القسطرة. اذا كان المريض هو خايف يرفض القسطرة ما يسوي له القسطرة. اذا كان ما مسيطر على الضغط ان كنترول هايبرتنشن ما يسوي له القسطرة. إذا كان عنده واحد عندنا بليدنج ديس أوردر، يعني هذا أيضا ما يسوى له القسطرة. إذا كان واحد عنده كيوت بولمناري إديما فهذا أيضا ما يسوى له القسطرة. إذا أن كنترول فينتركل أريثميا، يعني ما يسيطرون على اضطرابات النظم الأذي البطينية، فما يسوى له القسطرة. إذا كان المريض عنده وورتيك فالف إندوكارديتس أيضا ما يسوى له القسطرة. وإذا كان المريض عنده اليرجي حساسية من الصبغة اللي تعطب أثناء القسطرة أيضا ما يسوى له القسطرة. الكومبليكيشن اللي احتمال تصير بأثناء القسطرة قد يصير ده، قد يصير مايوكارديال انفكشن، يعني واحدة من الخاطرة يجوز تروح الواحد من الشرايين التاجية والسدف، يصير عند المريض مايوكارديال انفكشن. احتمال شي يصير بعد عند المريض، احتمال يصير عند سي في اي اللي هو سيربرال فاسكولار اكسيدنت اللي هي الجلطة الدموية، واحدة من الشرايين احتمال تروح الواحد من تنقل الواحد من الشرايين مالت اللي هي للبرين، فسد واحد من الشرايين، فبهذه الحالة يصير عنده جلطة دماغية، احتمال يصير عنده أرثمية اضطرابات من النظم الكهربائية مالت القلب، احتمال يصير عنده المريض هيموريج، يصير عنده نزف، احتمال دورات يصير عنده بروفريشن، يعني يصير عنده انثقاب بالحادث القلب. زين، المعلومات اللي تجمع في اثناء القسطره الداتا كولكشن اللي يعتمد عليها، ما هي المعلومات؟ المعلومات اللي انه تجمع باثناء القسطره هي معلومات فيزيولوجيكال ديتا، احتمال الهيمودايناميك باراميتر، يعني اللي يتضمن البلاد بريشر، يحسبون البريشر الموجود بكل تشمبرات، فمن هذا الحساب يقولون يقدرون انه يقولون هذا المريض شنو عنده. الكارديك اوتبوت من الفاسكولار بريشر اللي هو الانسايد والاوتسايد اوف ذا هارت، من الاي سي جي، من الاوكسوميتر ريدنج يعني نسبه الاكسجين، اذا قد ياخذون بلاد سامبل يحسبون عندنا الاكسجين ساتوريشن حتى يشوفون نسبه الاكسجين ساتوريشن ان فيروس بارت اوف ذا هارت، يعني من قياس هاي نسبه الاكسجين بالشمبرات يمكن انه يقدرون يشوفون انه هي يا فالف المتاثر يا تشمبر اللي تأثر من خلال حساب نسبة الأكسجين ونسبة البرجر الموجودة بالتشمبرات، فيمكن انهم يقدرون يحكمون انه اذا وين الديفكت، يعني هل الديفكت انه صاير بين الفنتركل بين البطينين او صاير بين الاذينين، فمن خلال هذه فهاي المعلومات هي مهمه اللي تنجمع باثناء القسطره، وعلى اساس انه يعني يعطون تشخيص للمريض، يعني هي من خلال يقيسون البلاد بريشر
ومن خلال كارديك اوتبوت ومن خلال فاسكولار بريشر الموجود بالانسايد اند اوتسايد اوف ذا هارت ومن خلال متابعه الاي سي جي ومن خلال قياس نسبه الاكسجين بالدم ومن خلال البلاد سامبل اللي ياخذوها حتى يشوفون نسبه الاكسجين ساتوريشن ان فيروس بارت اوف ذا هارت. طبعا الانجيو اصلا هسه الانجيوغرافي هو الكارديك كاثرزيشن از يوجوالي بيرفورمينج وذ انجيوغراف. الانجيوغراف شنو معناته؟ يعني يصير انجكشن كونتراستد ايجنت، يعني يتم حق يتم حقن يعني او زرق صبغه في مناطق معينه لتنوين الجهاز الوعائي. وطبعا هنا الانجكشن كونتراستد ايجنت انتو ذا فاسكولار سيستم، او يعني تلوين الجهاز الوعائي، ويلاحظون مرورها بالاوعيه الدمويه خلال تصوير باي سينو انجيوغرافي. وهذا البروسيجر هو يعتبر مهم فور لان يعطينا معلومات فور بروفايدنج انفورميشن ريجاردنج ستراكشر ابنورمالتي ان ذا هارت، يعني اذا يكشف عن مواضع الانسداد والخلل والفتحات الغير الطبيعية الموجودة بالهارت. الأماكن اللي دائما إنه يختاروها لزرق هذه هي الانجيوغرافي هي الأورتا والكورناري أرتري وجهة الرايت والليف سايد أوف ذا هارت. الأورتوغرافي خلال الأشعة حيسمون أورتوغرافي اللي هو تصوير الشريان الأبهر. الأورتوغرافي is a form of angiograph، هو نوع من تصوير الشرايين that outline the lumen of the aorta اللي يصور قطر الشريان الأبهر والشرايين and the major arteries arising from it والشرايين الرئيسية المتفرعة منها. In thoracic الأورتوغرافي ومن أمثلته هو تصوير الأبهر الصوري، فيتم بواسطة أنه هذه زرق المادة contrasting agent is used to study the aortic arch and it is major branch by means of rapid series raw angiography. يعني يتم تصوير الأبهر الصوري وسرق المادة الصبغية حتى لتوضيح ان الأورتيك أرج والشرايين المتفرعة به من خلال سلسلة رابت سيريا من التصوير الإشعاعي الرو انتوجينوغراف. وتستعمل and the catheter may be introduced into the aorta، تستعمل الكاثتر المنطقة اللي هو الترانسليومنال عبر منطقة القطنية والشريان العضدي البريكر والفيمرال ارتري. طبعا يتم بالقصر ايضا هو تصوير الشرايين الاكليلية كوريناري او كوريناري ارتريوغرافي. بهذه الطريقة بهذه الشيء يصير انه الكاثيتر is introduced into the left or into the right or left brachial or femoral artery، يعني يتم التصوير بواسطة ادخال انبوب القسطرة عن طريق الشريان العضدي الايمن او عن طريق فتحة اللي هو عندنا الارترومي تومي او الشريان الفخذي. بعدين بس هذا عندنا الكاثيتر يتم تصعيده into the ascending aorta and manipulated الى ان يدخل الى الكوريناري ارتري اللي هو المطلوب الاب
Recuperate Coronary Artery. الكوريناري ارتروغرافي از يوز تستعمل حتى تو ايفالويتد ديجري اوف ذا اتيروسكلوروسيس، يعني نعرف انه الدرجه اللي واصل عليها التعصب الشرياني، ونعرف ايضا to guide selection of the treatment، يعني يمكن انه هذا الاجراء انه طبعا له اهميه كبيره انه يعطينا حتى نشوف اي عمليه انه تصير يحتاجها المريض. And it is used to study suspected congenital of the coronary artery، وكذلك لدراسة التشوهات الولادية في الشرايين الأكليلية. طبعا type of cardiac catheterization، أكو two type of cardiac catheterization، أكو right heart catheterization أو أكو left heart catheterization. أول وحدة عندنا right heart cardiac catheterization، إنه يجولي بريسيدس بليفت هارت كاثترزيشن، ويتم خلالها ادخال الانبوب تنفولد باسج اوف كاثيتر فروم ان انتكيوبيتال اور فيمرال ارتري او فيمرال فين، يعني يدخل انه انبوب القصرة اما عن طريق ان الوريد الفخذي او الوريد امام المرفق الى وين يصل، بما انه يدخل عن طريق الوريد فاخر شيء حيوصل للرايت اتريوم، وبعدين براها يروح يوصل للرايت فينتريكل، بعدين اكو البولميناري ارتري، بعدين براها يوصل عندنا للبولميناري ارتريوسز. فخلال هذه حينقاس عندنا البرجر والاكسجين ساتوريشن فروم ايتش اوف ذيس اريا، بكل مكان يدخل لها انه ينقاس، يعني من يدخل للرايت اتريوم ينقاس الضغط والاكسجين، ويمن يدخل للرايت فينتريكل ينقص الضغط والاكسجين، ويمن ينقص يدخل للبولميناري ارتري ينقص الضغط والاكسجين، ويمن يصل الى ابعد نقطه بالبولميناري ارتري انه ايضا ينقص الضغط والاكسجين، وعلى اساسه انه حي مثل ما قلنا انه حي يتاكدون انه اذا كان اكو اي ديفكت بالهارت على اساس هذا التغير بالضغوط بالبرجر وبالاكسجين ساتوريشن. طبعا هسه وصلنا الى الليفت هارت كاركترايزيشن. بالليفت هارت heart catheterization is performed to evaluate the patency of the coronary artery، وتستعمل ايضا to evaluate the refraction of the left ventricle و evaluate of the mitral and aortic valve و evaluate of potential complication include dysarrhythmia, الام اي proliferation of the heart and the great vessels. الليفت هارت كاثترزيشن طبعا انه تصير بواسطه القسطره الراجعه، ريتروغريد كاثترزيشن اوف ذا ليفت فينتريكل. زين ليش انه ليش قلناها الريتروغريد كاثترزيشن؟ لانه الفيزيشن بهذه الحاله انه حيدفع الكاثيتر عن طريق الارتري اللي هو اما الرايت بريكر او الفيمرال ارتري، واخر شيء هذا بالقصر القصار، ما دام يندفع عن طريق الارتري فحيوصل الاورتا والليفت فينتريكل، وحياخذون طبعا الاكسجين بلات اوكسجينيشن، ويعتمدون على بلات اوكسجينيشن ويعتمدون على البرجر الموجود بالشمبرات مالت الهارت، فعلى اساسه
انه يشوفون اذا كان اكو اي ديفكت موجود بالهارت. طبعا النيرسين ريسبونسبلتي بيفور ذا كارديك كاثيريزيشن هو نعلم المريض ان ستريك ذا بيشنت تو فاست يوجوالي فور 8 to 12 اورز بيفور ذا بروسيجر، انه من 8 الى 12 ساعه قبل البروسيجر لازم يصير فاست. Prepare the patient to experience certain sensation during the catheterization. يعني نقول له إن المريض احتمال إنه بأثناء القصرة لما إحنا لما يتم زرق المادة المعتمة فقد يشعر المريض بحاجة إلى إنه إلى السعال، يعني يصير عنده كف أو قد يشعر بحرارة في رأسه، لكنها تستمر فترة قصيرة وبعدين تروح. Prepare the patient for expected duration of the procedure. يعني نقول للمريض عن الفترة اللي يستغرقها هذا البروسيجر الإجراء مالت القصرة، وإن طمئن المريض reassures the patient that mild sedative or moderate sedation may be given intravenous. يعني intravenous نقول للمريض إنه نطمئنه ونقول له حيعطوك عن مهدئات عن طريق الوريد، و encourage the patient to experience fears and anxiety of provide teaching and reassurance to reduce apprehension. يعني نشجع المريض على انه يعبر عن مشاعر الخوف والقلق حتى نعطي التعليمات اللي هي تخفف من هذه المشاعر. طبعا هسه وصلنا الى responsibility after cardiac catheterization. هو رأسا يعني لما يجي المريض من الكارديو كاثيريزيشن فالمفروض انه النيرس يلاحظ منطقة يلاحظ اي نزف تحت الجلد او منطقة الوغز. observe the catheter access site for bleeding or hematoma formation and assess the peripheral pulse in the affected extremities. ويساوي قيم عندنا القياس يقيس النبض المحيطي بالأطراف and evaluate temperature and color of the affected extremity and any patient complaints of pain numbness sensation. يعني انه المفروض الممرض يلاحظ اللون وحرارة الطرف المتأثر وكذلك شكوى المريض فيما يخص الألم أو الخدر. For comfort the patient may be turned from side to the side with the affected extremity straight. يعني يمكن انه المريض انه حتى يشعر بالراحة نقلب من جهة الى جهة مع المحافظة على انه الطرف المتأثر، ولازم يسوي الممرض للمريض monitoring for dysarrhythmia by observe for the cardiac monitor. هسه طبعا احنا وصلنا الى البيشن هو حيطلع للبيت discharge from the hospital for cardiac catheterization. فنريد نعرف شنو التعليمات اللي تنطي لهذا المريض قبل ما يطلع pre discharge from the hospital for cardiac catheterization. التيتشنج اول شيء لازم الممرض انه يقعد يم المريض ويخبره for the next 24 hour to not bend at the waist or to lift anything strain or lift heavy object. يعني انه يخبره انه يمنع عنه خلال بعد 24 ساعة من عملية القصرة لازم يمنع عنه حمل اي شيء ثقيل. ثاني شيء شنو انه يخبره about to bath باشوه از ديزاير. يعني اذا هو راغب يطب حمام يمكن ان ياخذ عندنا دش. توك ويذ ذا فيزيشن اباوت وين مي ريتيرن تو ذا ورك دراف ريسيوم سترينث اكتيفيتيز. يعني يشجع المريض
لازم الممرض يشجع المريض على انه يتكلم ويا الفيزيشن مالته، يساله يقول له شو وقت انا ارجع للشغل، شو وقت ارجع اسوق السياره، شو وقت يرجع لممارسه الجنس. فهذه كلها الشغلات لازم انه يستشير بها الطبيب مالته. كل فيزيشن اف اني اوف ذا فولوينج اكر، يعني انت لازم راسا تتصل بالطبيب يعلم الممرض المريض ويقول له انت تتصل بالطبيب اذا ظهرت عندك هذه الشغلات. اول شيء اذا صار عندك بليدنج، اذا صار عندك سولينج، اذا صار عندك نيو بريزنج، اذا صار عندك بين فروم ذا بروسيجر بانكشا سايد، يعني اذا صار اكو الم منطقه الغرز، منطقه الغرز، اذا صار اكو التمبريتشر صارت طبعا اذا التمبريتشر يعني صارت بهذه المنطقه منطقه البغس صارت اعلى من بقيه المناطق او ارتفعت الحراره عندي، فانه لازم راسا يخبر الطبيب مالته. زين ايضا الممرض المفروض يشجع المريض ويخبره اذا انه طلعت نتائج التيست مالت الفحص مالت الكاركترزيشن على انه عنده كورناري ارتر ديزيز، عليه انه يتكلم ويا الطبيب مالته، توك وذ ذا فيزيشن اباوت الاوبشن فور تريتمنت، شنو هو التريتمنت اللي حيصير له، ومن ضمنه انه يتكلم عن طبعا انتم مثل ما تعرفون انه الفالفات اكو تو تايب اوف فالف بالهارت، اكو السيمي اليونر فالف الصمامات الهلاليه اللي هي المثال عليها عندنا الاورتيك فالف، وطبعا الاورتيك فالف يصير على جهه الليفت، والبولميناري فالف اللي هو يصير على جهه الرايت، واكو الاتريو فنتريكال فالف اللي باعوا هذه شكلها اللي على جهه الليفت اللي هو الميترال البايكاسبيد وعلى الثنائي وليتراي كاسبيد بجهة الرايت. فإذا أكو فور هارت فالف اللي هو عندنا الليفت بالليفت واللي هو الأورتيك فالف، وبالرايت اللي هو البولميناري فالف، اللي دول يفصلن اللي هم السيمينيونر اللي يفصلن بين الشريان الرئيسية وبين الفنتركم، وأكو الأتريو فنتركال فالف اللي يصير بين الأتريوم وبين الفنتركم بجهة الليفت الميترال وبجهة الرايت الليتراي كاسبيد. طبعا احنا قبل ما نبدي بالديزيز مالت الميترال فالف نحكي لكم بس على الاناتومي مالت الميترال فالف، لانه له علاقه بالايتولوجي، فنحكي لكم شلون انه يتكون. بعض الشيء يتكون من هذه الحلقه اللي هو الرينج، تتصل بالرينج وين اكو الحبال الوتدية اللي هي الكوردية تندينية، هاي الكوردية تندينية هاي يتصل بيها شنو ماسلز اللي هو البابلاري ماسلز. هسه يمن يصير طبعا اوبن للبايكاسبيد فالف للميترال فالف، يمن يصير اوبن هذه ايش حيصير؟ حيصير ان ذن الوريقات حتنزل للاسفل، الوريقات اللي هو البايكاسبيد او يسموها الليفليتس. طبعا هذه الوريقات تنزل للاسفل فتترك براها فتحه، فاللي حيصير انه هاي البابلاري ماسلز بعد شلون تصير ريلاكسيشن، فهنا عندنا هاي حجرها يمن يصير بحاله تمدد حجر وياها البابلاري ماسلز، تجر وياها الكورديا التندية فتنزل هذه عندنا البايك، تنزل الليفليتس الوريقات الاسفل فتترك براها فتحه ينزل من عندها الدم. هسه في حاله انه يمن يصير الميترال فالف كلوجر ايش يصير؟ يصير هنا عندنا كونتراكشن، كونتراكشن
يعني تقلص بالبابلاري ماسلز، فتجر وياها هذني وين يجر وياها الكوردي تندينيها، فذن الوريقات حتنسد حيصير بيها كلوجر. فهاي عندنا اهم شيء انه لازم تعرفون انه بالمايترابالت شنو يتكون؟ يتكون من الرينج ويتكون من البايكاسبيد او الليفليتس، وهاي بالليفليتس وين مرتبطه؟ مرتبطه بالكورديا تندينية، ومرتبطه الكورديا تندينية بالبابلاري ماسلز. هاي اهم شيء انه لازم تعرفون بالتشريح مالت المايترابالت. طبعا الميترال استينوسيس اذا نريد نعرفها نقول هو is an obstruction of blood flowing from the left atrium to the left ventricle. يعني صاير بس انسداد انه مرور الدم، قلة مرور الدم من left atrium للليفت ventricle. وهذا انه يحدث من نتيجة الكوزز روماتيك انتروكارداتيس which progressively thickening، يعني هذا ما يحصل فجأة وإنما يصير تدريجيا، يصير اكو thickening حيصير عندنا بالميترال فالف ليفليتس يعني بالوريقات، وبعدين بالكوردية تندينية، بعدين هاي الوريقات شو يصير؟ يصير ليفليتس اوبن فيوز تقدر يعني انه تصير تلتصق مع بعضها and the mitral valve orifice، فصير narrowing صير ضيقة، يصير progressive obstructed of the blood from the left atrial into the left ventricle، فيصير بعدين ضيق او قله بمرور الدم من left atrium الى left ventricle. طبعا هذا اللي حيصير انه بالميترال استينوسيس حيصير ليميتد بال فورورد فلو اوف ذا بلاد انتو ذا ليفت فنتريكل. فنتيجه لهذا ايش حيصير؟ احنا نتيجه لهذا ايش حيصير؟ حيصير عندنا انجريز من هنا يقل مرور الدم من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل، فحتتجمع هنا بالليفت اتريوم حتتجمع كميات من دم انجريز بلاد فوليوم البريشر ان ذا ليفت اتريوم، يعني يجمع الدم بالليفت اتريوم فحيصير يزداد البريشر مالته، ومرور الزمن حيصير عندنا هايبرتروفي تضخم ويصير بي دايليشن. بعدين يمن يصير هذا دايليشن حيتاثر تتأثر هذه البولميناري فازلز اللي تجي من الرئتين للليفت اتريوم، فيصير بها كونجيشن، يصير بها احتقان، فنتيجة لهذا ايش حيطلع عن المريض؟ حيصير عنده شورتنس اوف بريثنج، حيصير عنده بولميناري اديم لانه دا تتجمع كميات كبيرة من الدم بالرئة، فيصير انجريز بالبولميناري فاسكلا بريشر. يمن يزداد هذه اكو عندنا عندنا البولميناري ارتري اللي هو يصل بين جهة الرايت وبين الرئة، هذا ايش حيصير؟ مرور الزمن حيرتفع الضغط بالبولميناري ارتري، اذا ارتفع الضغط ايش حيصير؟ حيصير انجريز وورك اوف ذا رايت فنتريكل، فهنا جهة الرايت حيزداد الشغل بيها حتى تدفع الدم. فبمرور الزمن ايش حيصير؟ حيصير رايت فنتريكل سترين، يصير مجهد، فيصير عنده بي رايت فنتريكل هارت فيلر حيصير بالاخير. طبعا هسه وصلنا الى الكوزز مالت الميترال استينوسيس. الكوزز مالت الميترال استينوسيس قد يكون روماتيك فيفر، قد يكون كونجنتال ليجن
او قد يكون عندنا فاكشنال، يعني الميتر فالف انولر انولاير، يعني الرينج مالت هذا قد يصير بي كلاسيفيكيشن، يعني قد يصير بي تكلس بالرينج، يعني بالحلقه مالت الصمام. قد يكون السبب مالت ايضا سيستماتيك ديس اوردر از سيستماتيك لوبوس اريثروميتوزيس اللي هو ده الذئب الاحمراري. بعد طبعا وصلنا الى الكلينيكال مانفستيشن اوف مايترال ستينوسيس. طبعا هذا المريض مالتنا ابو المايترال ستينوسيس هو يعاني من الفتيك والويكنس نتيجه سبب مالته انه لو كارديك اوتبوت، يصير عنده هيموبتيزيس، يعني يصير السبيوتم مالته يصير ويا بلاد. فالسبب مالته لانه عند احنا كنا قلنا هنا يمن صار عندنا ستينوسيس، فحتبقى انه حيصير عندنا ابستراكشن بالبلاد فلو فروم ذا ليفت اتريوم تو ذا ليفت فينتركل، يعني تجمع كميات كبيره من الدم بالليفت اتريوم، والليفت اتريوم من تجمع حيصير بيه هايبرتروفي، حيصير هايبرتنشن، حيأثر على البولميناري. فهنا بعدين بالاخير شو يصير؟ يصير كونجيشن بالبولمينار سيركيليشن، فيصير عندنا انجريز بالبولمينري فينوس هايبرتنشن من نتيجه انه لزيادته، فيظهر المريض عنده هيموبتيزيس، يظهر عنده كاف. هذه انه من نتيجه انه صاير الانيلارجمنت اللي صار بالليفت اتريوم. ايش حيصير؟ حيصير عندنا حيصير ليفت مين برونكاي از ليفتد، يعني ترتفع. فنتيجه لهذا حيصير اكو برونكال اريتيشن، يصير تهيج بالبرونكال. فنتيجه لهذا يصير عنده الكاف، لان احنا مثل ما نعرف الكاف هو يصير من تعريفه هو يصير اريتيشن باني اريا اوف ذا ريسبيرتوري. فهنا وين صاير الاريتيشن؟ صاير بالبرونكال. فنتيجه لهذا حيصير عنده كاف المريض عندنا مالتنا ابو الميترال ستينوسيس. تجي انت على البلس، تخلي ايدك على البلس، شو تشوفه؟ تشوف البلس ويكنس اند اريجولار. هذه شنو معناته؟ معناته المريض عنده اتريا فبريليشن، معناته عنده ارتجاف بالاذينين، وهذا يصير من نتيجه من يصير اكو سترين، اكو اوفرلود على الاتريوم. ليش صار؟ لانه من نتيجه هذا الابستراكشن اللي صار عندنا، فحيصير اوفرلود على الليفت اتريوم، فيظهر عنده هذه الحاله. يظهر عنده الانواع من الارثم من الاتريال ارثميا، اتريال ديس ارثميا، اضطرابات بالنظم الاذينيه. ليش تظهر؟ تظهر من نتيجة انه زيادة انجريز بالبلاد فوليوم، وبالتالي يزداد البرجر بالليفت اتريوم، فيصير هايبرتروفي. يمن يصير هايبرتروفي احنا قلنا الكهربائية تنبع من الاس اي نود، ولا تروح الى الليفت اتريوم. فاذا صار هنا اكو انيلارجمنت، فحيصير اضطراب مرور الكهربائية، تصير الكهربائية الالكتريكال انستيبل بالليفت اتريوم. فالنتيجة لهذا حيظهر عند المريض عندنا الاتريال ادس اريثميا، اضطرابات النظم الاذينية. طبعا هسه وصلنا الى التريتمنت اللي هو عندنا باي ميديكيشن ميديكال تريتمنت واكو السيرجيكال تريتمنت. هسه عندنا بالميديكيشن، اول شيء طول هذا المريض انتي بايوتيك بروفيلاكسز حتى يمنعون تو بريفنت ريكرنس اوف ذا انفكشن. يطول هذا المريض انتي كوغلانت حتى يقللون الريسك من الاتريال ثرومبوسيس، لانه دم يمن يتجمع باي شمبر من الجمبرات حيصير بثرومبوسيس، فلهذا السبب يطول انتي كوغلانت. الانتي كوغلانت مثل ما تعرفون هو شنو؟ هو
اما الهيبارين او الوارفرين، واكو الانتيبليتليت اللي هو شنو الاسبرين. زين بس هم يطول انتيكوجلانت الهيبارين او الوارفرين حتى يمنعون الريسك اوف ديفلوبمنت اوف اتريال ثرومبوسيس. يطون طبعا هذا المريض صار عنده احتباس بالسوائل، يطو دايريتيك حتى شنو يقللون من اند ريستريكتد ان صوديوم اند ريديوس فور ذا فلويد اكيوميوليشن، حتى يقللون من تجمع السوائل. يطو عندنا ديجيتال لان هذا المريض طور عندنا صار عنده هارت فيلر، فيطو ديجيتال حتى يعالج الاتريال فيبريليشن لان هو انتي اريثميك، حتى يقلل بالانتي اريثميك لانه هو انت اريثميا، فيقلل الاتريا فبريليشن، يقلل يسوي السلوينج اوف ذا هارت ريت، وبنفس الوقت انه يسوي مفعوله الى سترينجنت بالهارت كونستراكشن، يعني يقوي التقلصات مالت عضله القلب. طبعا من العلاجات مالت الميديكال اللي هو البالون فالفولوبلاستي، هذا يسوى بالقسطره. هذه شنو انه طبعا يدخلون انبوب مال قصر كاثيتر ثيني تيوب with balloon on the tip of the يعني هنا هذا البالون صاير بالتب مالته يعني فوق بالتب، ويدخل هذا عندنا قسطار وين من امام البريكال ارتري او الفيمرال ارتري، وتحت اشعه تحت شنو بالكاثيتر، يعني في جو انه موجود بيها الاكس راي، حتى شنو حتى تصير تساعده، تصير جايد للدكتور، تساعده انه هيلب ذا كاثيتر، يعني تساعده انه توصل حتى يوصل الدكتور الكاثيتر تو ذا ناروينج اوف ذا فالف. بعدين بعد ما وصل هسه هذه الكاتتر شلون توصلت للنرفنج اوف ذا فالف، فالدكتور بعدين يقوم شو يسوي؟ يسوي انفليتد اوف ذا بالون، يعني يتم يفتح البالون، فيمن يفتح البالون حتتوسع هذه الفتحة مالت الكاثيتر which widen the opening of the valve and separated the valve flips. فالوريقات المعادن اللي كانت ملتئمة فمالت مالت الفالف تبدي شنو سبريشن، يعني تنفصل عن بعضها وتنفتح، هذا ينفتح هذا تنفتح الفتحة مالت الصمام. بعدين بعد ما انفتحت ايش يسوي؟ حيسوي عندنا الدكتور مرة أخرى يسوي ديفليتد، يعني يتم تفريغ البالون وكاثيتر اند بالون ار ريموفد، بعدين براها انه يرفع الكاثيتر ويرفع البالون. هاي هي ان البالون فالفولوبلاستي اللي تصير باثناء القسطره حتى يفتح يتم فتح بها الميترال فالف استينوسيس. طبعا بالسيرجيكال انترفينشن اكو ان الكوميشروتومي، والكوميشروتومي اكو كلوز كوميشروتومي واكو اوبن كوميشروتومي. بالكلوز كوميشروتومي از ذا بيرفورمد ويزاوت دايركت فيجواليزيشن اوف ذا ميترال فالف. The procedure is performed through the right anterolateral thyrotomy. يعني هنا بهاي العملية انه مي الجراح ما يشوف الميترال فالف، وانما شي يصير انه يفتح التامور، و small incision is made in the left atrium. حيعمل عندنا فتحة صغيرة بالليفت اتريوم ويتم ادخال الاصبع
مالت السبابة and insertion of the surgeon finger حتى يستكشف عندنا الصمام المتضيق وبعدين براها يدخل الآلة اللي توسع اللي يسموها التوب دايليتر فيتوسع الصمام. هذه إذا صار بيها في العملية، إذا فشلت فيصير رأسا براها يسوون الفالف ريبليسمنت، أو إذا صارت عند المريض مضاعفات كومبليكيشن فيمكن أنه رأسا يسوي الطبيب براها أوبريشن أون ذا فالف. طبعا وصلنا الى الاوبن مايتروكوم شروتومي، طبعا هاي تسوي انه از بيرفورمد ثرو لارج انسيجن ان ذا ليفت اتريوم، في حين الكلوز قلنا سمول انسيجن ان ذا ليفت اتريوم، في حين الاوبن لا تصير لارج انسيجن ان ذا اتريوم. الاوبن كوم شروتومي انه تحتاج الى كارديو بولميناري باي باس، في حين هنا الكلوز كومشروتومي ما تحتاج، وانما هي بس كانت فتحه صغيره ويدخل هذا الجراح عندنا الاصبع مالتي يستكشف بالصمام بعدين يدخل هذه الاله. هنا لا، هنا تحتاج الى انه ريكواير فور ذا كارديو بولميناري باي باس، وبهذه هنا الجراح حيشوف اوبزرف اني ثرومبوسز ان ذا اتريوم اذا كانت اكو اي خثرة او اي كالسيوم بليكو اون ذا فالف ليفليتس اذا كانت اكو تكلسات على الوريقات مالت الصمام فيزيلها. لكن هذه العملية اذا صارت في فصير نيسيسري فور ذا فالف ريبليسمنت انه حيروحون الى الفالف ريبليسمنت العملية الفالف ريبليسمنت. طبعا اخر شيء من السيرجيكال انترفينشن يسوون للمريض ابو الميترا فالف ستينوسيس يسوي له ميترا فالف ريبليسمنت، والميترا فالف ريبليسمنت يسووها اذا كان المريض عنده الميترا فالف ليفليتس الوريقات مالت الصمام مالته متكلسه كلايس فيت اند اموبل يعني ما تتحرك، فيسووا له بهاي الحاله الفالف ريبليسمنت. والفالف ريبليسمنت هو اكو نوعين، اكو البروستات اللي هو الصناعي، هذا يحتاج ان المريض اذا زرعوا ياله انه يكون عليه انتي كوجلنت لفتره طول حياته لانه حتى تمنع الخثره اللي تو بريفنشن اوف ذا ثرومبوسز. لكن اذا كان المريض هذا عنده كونترا انديكيشن للانتي كوجلنت ثيرابي، فمثل الشلدرين مثل اليانج ادلت فيميل مثل الجري ياتريك بيشن او البيشن ويد بيبتيك ألسر، فشي يبدلون يبدلوا له الصمام بصمام يسموه بايولوجيكال فالف اللي هو او تيشو فالف. طبعا هسه احنا وصلنا الى المايترا ريجاجرتيشن اور مايترا انسفيشنسي، يعني معناتها عدم كفاءة الصمام الاكليلي او هو ريجاجرتيشن دوراتي يشكشكت بالطابلة شوفوا ام ار او دورات شوفوا ام اي يعني mitral insufficiency او incompetency، يعني هو بالعربي معناته عدم كفاءة الصمام الاكليلي. هاي شي يصير انه هنا عندنا البلاد يصير فلون باك from the left ventricle into the left atrium during the systole. يعني احنا عندنا الطبيعي مثل ما قلنا انه الدم يجي من الرئه هنا عن طريق المورمينار فازلز يدخل الى الليفت اتريوم، بعدين يصير مرحله الكونتراكشن، بعدين يعبر الدم عبر الصمام الميتروفالف الى الليفت فنتركل، بعدين يصير مرحله السيستول فيندفع الدم عبر الاورته الى كل انحاء الجسم. لكن هنا اللي يصير عندنا
هنا المفروض مرحلة السيستول بقلوبكم بالهارت مالتكم، انتو شنو شي يصير مرحلة السيستول؟ انه الفالف هنا الوريقة تنطبق، لكن هنا اللي عندنا مالت المريض مالتنا ابو الميتري جاجريتيشن هي تبقى مفتوحة بمرحلة السيستول، فالنتيجة لهذا شنو؟ حيصير البلاد يصير flowing back into from the left ventricle to the left atrium during the systole. ليش؟ لأنه هاي الوريقات مالت الفتحة مالت الصمامات margin of the mitral valve كان انتو كلوز ديورينج ذا سيستول، انتو عندكم تنسد لكن عند المريض مالتنا تبقى مفتوحه، فنتيجه لهذا حيرجع الدم بالاتجاه المعاكس من الليفت فنتركل الى الليفت اتريوم. طبعا اللي انه شنو الاسباب مالته الكوزز، قد يكون طبعا الكوزز قد يكون اما الفالف صاير برولابسد يعني يصير تدلي بالصمام قد يكون السبب مالته، او قد يكون روماتيك هارد ديزيز، او قد يكون صاير رابتشر او ديسباكشن بالكورديا الدنيا او بالبابلاري ماسلز، او قد يكون بهذا عندنا رينج صار بي كلاسيفيكيشن صار بي تكلس. فهاي الاسباب اللي تجعل هذه الوريقات تبقى مفتوحه during the systole can close during the systole. او قد يكون دورات congenital defect يعني واحد جاي للدنيا او عنده اذني الوريقات يعني بها defect تبقى مفتوحة. طبعا اللي حيصير انه بالميترا ريجاجريتيشن يصير for the blood flow back into the left atrium. فهنا إذن ايش حيصير؟ انه هذا خلال السيستول حيندفع الدم من الليفت فنتركل للليفت اتريوم، بالليفت اتريوم هو باقي يجي الدم اله عن طريق البولميناري فاسلز، فحيزداد كمية الدم بالليفت اتريوم، حيصير من يزداد كمية الدم بالشمبر حيصير عندنا انجريز بريشر ان ذا ليفت اتريوم، ومرور الزمن حيصير بي هايبرتروفي تضخم، حيصير بي دايليشن، حيصير انجريز بالبلاد فوليوم اند بريشر، حيصير ضغط على البولمينري فين، فنتيجه لهذا ايش حيصير؟ بالبولمينري سيركليشن حيصير فيها كونجيشن، حيظهر عند المريض شورتنس اوف بريثينج بولمينري اديم، انجريز بالبولمينري فاسكلار بريشر، حيزداد ايضا الضغط بالبولمينري ارتري اللي هو يوصل بين الرئة. طبعا هسه احنا وصلنا للكلينيكال مانفستيشن اوف ميترال ريجاجريتيشن. احنا مثل ما نعرف بالميترال ريجاجريتيشن انه الدم يصير بي بلاد فلو فروم ذا ليفت فنتركل تو ذا ليفت اتريوم، فنتيجه لهذا ايش حيصير؟ راح يتجمع كميات كبيره من الدم بالليفت اتريوم، لان الليفت اتريوم حيستقبل الدم اللي يجي من الليفت فنتركل ديورنج ذا سيستول، بالاضافه للدم اللي يجي بصوره طبيعيه من البولميناري والبولميناري فازلز الى الليفت الليفت اتريوم. فنتيجه لهذا احنا هذا المريض يصير عنده يظهر عنده لسايد هارت فيلر، تظهر عنده ديسنيه، يظهر عنده البالبيتيشن اللي خفقان، يبدا عنده الفتيك والويكنس، يظهر عنده نتيجه قله الكارديكا اوتبوت، يظهر عنده الكف من نتيجه يصير انه لف بالبرونكاي مالت اللف سايد.
فيظهر عنده الكف، ونتيجه انه اللي يصير لانه يصير كونجشن بالبولميناري سيركيليشن، حيزداد الضغط بالبولميناري ارتري، فهنا حتتاثر جهه الرايت، فيصير بي رايت هارت فيلر، ويظهر عنده المرمر. هذا المريض مالتنا. طبعا الميديكال مانجمنت هو لكون هذا المريض صار عنده هارت فيلر، فيتعالج كعلاج مالت هارت فيلر، يعني هنا the same as that of congestive heart failure، ينطي الديجوكسين حتى يقوي strength of the heart muscles، وينطي عندنا الدايريتيك، وينطي عندنا الانتي كوجلنت، ينخاف عليه اللي يصير عنده خثرة، فهي الشغلات اللي تنطي الى المريض مالتنا. طبعا العلاج الجراحي السيرجيكال انترفينشن، حيسوون عندنا الفالفوبلاستي اللي هو سيرجيكال ريبير اوف ذا هارت فالف، يعني يعالجون اللي يحاولون يعالجون عندنا الفالف، واذا يعني يعالجون الخلل الموجود بالفالف سواء اذا كان بالرينج او بالليفليتس بالوريقات مالته. وصلنا في هذا السلايد الى الاناتومي اوف ذا اورتيك فالف. طبعا اول شيء احنا لازم نعرف وين يقع الاورتا، لوكيتد بين ذا ليفت فنتركل اوت فلو تراك اند اسندينج اورتا، يعني يقع بين مجرى تدفق الدم البطين الايسر والشريان الابر الصاعد. The aortic valve function to prevent the regurgitation of blood from the aorta to the left ventricle during the ventricle diastole. يعني يعمل الصمام الأبر على منع ارتجاع الدم من الشريان الأورتا إلى البطين الأيسر أثناء الانبساط البطيني. And to allow the appropriate flow of blood the cardiac output from the left ventricle into the aorta during ventricle systole. طبعا ويسمح بالتدفق المناسب للدم الناتج القلبي من البطين الايسر الى الشريان الابر اثناء انقباض البطين. The aorta has three principal compounds، يحتوي على ثلاث مكونات اساسيه اللي هي هذه، عندنا هاي الانويلز اللي هي الحلقة، والكاسبز اللي هي هذه نسميها نتوءات او نسميها دورات يسموها الورقات ما تصمم، والكوميشريا اللي هي نقطة هذه الالتقاء او المفاصل. The normal aortic valve area السايز مالته من 2 الى 4 سنتم. طبعا هذا السلايد يوضح لنا تعريف الاورتيك ريجريتيشن، يعني عدم كفاءة الصمام الابار. هذا اذا نريد نعرف شيء نسمي نقول aortic regurgitation معناته is the flow of blood back into the left ventricle from the aorta during the diastole، يعني رجوع الدم بالاتجاه المعاكس من الاورتا الى من الشريان الابهر الى البطين الايسر اثناء الانبساط. زين بعد السلايد وصلنا الى الكوزز مالت الاورتيك ريجاجريتيشن، يعني انه الاسباب اللي تؤدي الى عدم كفاءة الصمام الابهر، قد تكون هذه الاسباب اللي هو انفلاميتوري ليشن ذات ديفورم ذا ليفليتس اوف ذا اورتيك فالف، يعني قد تكون هذه الحمى روماتيك فيفر المثال عليها، قد هذه شنو تؤدي تأثر على الوريقات مالت الصمام الابهر، الاندوكارداتيز
التهاب شغاف القلب أيضا، أيضا يمكن أنه يؤدي إلى الأورتيكارديال إريتيشن. كذلك أن الديزيز مثل السيفلس اللي هو بالعربي التهاب الأبهر الفرنجي، وكذلك أن الدايكس اللي هو الدايسكتينج انيوريزمز اللي هي أم الدم الأبهرية السالفة اللي تؤدي إلى أنه تيرينج أوف ذا أسسينج أورت، انسلاخ الأبهر الصاعد. أو قد يصير عندنا ديتيريشن أوف ذا أن أورتيك فالف ريبليسمنت، يعني أنه يتأذى الفالف المزروع للمريض. أو قد يكون في حالات عندنا الكونجنتال ابنورماليتيز، يعني هو احنا قلنا بايكاسبيد احتمال يجي نيو يونيكاسبيد، فيعني بدل من مرقتين قد يصير ورقة واحدة، فكونجنتال تعتبر واحدة، الكونجنتال ابنورماليتي تعتبر واحدة من الكوزز اللي قد تؤدي إلى الأورتيك ريجاج ريتيشن. طبعا بهذا السلايد يوضح انه شيص يوضح البايثوفيزيولوجي of the aortic regression. An aortic regression blood from the aorta returning to the left ventricle during diastole. In addition to the blood normally delivered by the left atrium. طبعا يعود الدم من الشريان الأبهر إلى البطين الأيسر during diastole، يعني خلال فترة الانبساط، بالإضافة إلى هذا الدم اللي هو يعود normally by the left ventricle، يعني الدم اللي يعود توصيله بشكل طبيعي إلى من الأذين الأيسر. The left ventricle dilated trying to accommodate the increased volume of the blood. It also hypertrophy. فهنا ايش حيصير؟ انه الليفت فينتركل البطين الايسر حيتمدد بمحاولة حتى يستوعب نجريز the volume of blood، يستوعب لاستيعاب الحجم المتزايد للدم، فيؤدي هذا الى تضخمه الهايبرتروفي. محاولة زيادة trying to increase muscle strength to expel more blood with above normal force raising systolic blood pressure. هاي محاولة زيادة القوة مالت left ventricle، يعني تزداد قوته، يصير حتى يدفع الدم بقوة أعلى من الطبيعي، فنتيجة لهذا أنه حيرتفع الضغط الانقباضي، ازدياد قوة الضغط الانقباضي والحجم الانقباضي، في حين أنه الارتريز time to compensate for the higher pressure by reflexes vasodilation. أما أنه تكون الشرايين فتكون واسعة، يعني يصير بها vasodilation. The peripheral artery reflexes reducing the peripheral resistance and diastolic blood pressure. طبعا اللي حصير انه الارتري الشرايين الطرفيه حتقل بيها المقاومه ويقويها، طبعا حيصير اكو انخفاض بالضغط الانبساطي.
يمكن انه هذه التغيرات البيثوفيزيولوجية يمكن نحددها بهذا الرسم. هذا الرسم شو يوضح؟ انه مثل ما قلنا ديورنج دايستول هو اللي حيصير عندنا ريجريشن للبلاد فروم ذا اورتا تو ذا ليفت فينتريكل. فالليفت فينتريكل حيصير بي دايليشن تضخم ويصير بي هايبرتروفي وبعدين يصير عندنا فيلر. فنتيجة لهذا ايش حيصير؟ حيصير عندنا كورينري انسفيشنسي وسيريبرا انسفيشنسي. فحيصير يشعر المريض كورينري انسفيشنسي، يشعر المريض عنده تشيس بين وسيريبرا انسفيشنسي، قد يصير عنده سينكوبي. بعدين طبعا هذا حيصير المريض عنده بولمينر كونجيشن، واذا صار عنده المريض بولمينر كونجيشن حتأثر على الرئة فيصير عنده بولميناري اودما، واذا صارت عنده بولميناري اودما حتظهر كل انواع الدسنية، وبعدين بالنهاية حيتأثر الرايت فينتركل فيصير رايت فينتركل فيلر. في هذا السلايد يوضح عندنا الكلينيكال مانيفستيشن فور ذا بيشن وذ اورتيك ريجريشن او اورتيك انسفيشنسي. في يعني عدم كفاءة الصمام الابهر في حالة الاورتيك انسفيشنسي حتتطور ديفلوب، يمكن انه يمكن يصير كثير من المرضى ما عندهم اعراض without symptom in most patients. Some patients are aware of forceful heart beat especially in the head or neck. طبعا قد يصير عند بعض المرضى انهم يشعرون بضربات قلب تكون قوية وخاصة تصير in the head or neck. There may be marked arterial pulsation that are visible or mobile at the carotid or temporal artery. يعني قد تكون هناك نبضات شريانية ملحوظة، قد تكون مرئية أو محسوسة بشريان عندنا كاراتي السباتي أو التمبريا أرتري. This is result of increased force and volume of blood ejected from the hypertrophy left ventricle. هاي يصير نتيجة لزيادة قوة وحجم الدم المقذوف من البطين الأيسر المتضخم. فإيش حينتج؟ حينتج عندنا exertional dyspnea and fatigue، يصير إنه المريض حيشعر ضيق بالتنفس والتعب المجهد و progressive signs symptom of the left ventricle heart failure. تظهر كل علامات left ventricle heart failure من ضمنها يصير عنده breathing difficult، يصير عنده orthopnea paroxysmal neck. طبعا هذا السلايد يوضح الميديكال مانجمنت الاجراءات او التدابير الطبيه انه لهذا المريض انه بيفور ذا بيشنت اندرجو انفيسيف اور دنتال بروسيجر انتي بايوتيك بروفيلاكسز از نيديد تو بريفنت اندوكاردايتس. يعني قبل ان يخضع المريض لاجراءات جراحيه فيلزم العلاج الوقائي انه بالمضادات الحيويه حتى للوقايه من التهاب شغاف القلب. الهارت فيلر اند ديس اريثميا ار تريتد. اورتيك فالفلو بلاستي او فالف ريبليسمنت از ذا تريتمنت اوف جوز بيرفيرم بيفور ليفت فينتركل فيلر. يعني تصليح الصمام الابهر او استبداله هو العلاج المفضل اللي يعني يفضل اجراءه قبل الفشل، قبل فشل البطين. طبعا هذا السلايد يوضح لنا الاورتيك استينوسيس تضيق الصمام الابهر.
إذا نريد نعرف نقول aortic valve stenosis is narrowing of the orifice between the left ventricle and the aortic. يمكن أنه نقول هو تضييق الفتحة بين البطين الأيسر والأبهر. The common causes of the aortic stenosis is degenerative tri-left disease. يعني أنه السبب الأكثر شيوعاً هو مرض degenerative اللي يصير التنكس بالوريقات مال تصمم. السبب الآخر قد يكون congenital leaflets malformation or abnormal normal of leaflets one or two or rather than three. قد تكون أكو تشوهات خلقية في الوريقات يعني أما قد تكون one or two قد يكون unicuspid قد تكون bicuspid. السبب الآخر قد يكون عندنا rheumatic endocarditis التهاب شغاف القلب الرئوي. قد يكون سبب آخر قد يكون كاسبز كلاسيفيكيشن التكلسات اللي تصير بوريقات الصمام ديفيليتس اوف ذا اورتيك فالف مي بي تسبب في التحام الوريقات. طبعا هذا السلايد هو يوضح البايثوفيزيولوجي اوف ذا اورتيك stenosis. اللي حيصير انه left ventricle overcome the obstruction to circulation by contracting more slowly but with greater energy than the normal forcible squeezing the blood through very small orifice. اللي حيصير انه حيتغلب البطين الايسر على هذا الانسداد في الدورة الدموية عن طريق شنو انه الانقباض يصير contracting more slowly يعني بشكل بطيء ولكن طاقة عالية with the greater energy صير أكثر من الطبيعي فيبدي يعصر بقوة حتى شنو من حتى يمر الدم من خلال هاي الفتحة الصغيرة باعو through very small orifice. اللي حيصير انه الابستراكشن اوف ليفت فنتريكال اوت فلو increases the pressure on the left ventricle. يؤدي هذا الانسداد تدفق البطين الايسر الى زيادة الضغط increase the pressure on the left ventricle زيادة الضغط على البطين الايسر مما يؤدي which result in thickening of the muscles wall فيؤدي إلى زيادة سماكة جدار عضلة البطين فيؤدي هذا شنو إلى أنه بعدين شو يصير يصير بالهارت مصل يصير هايبرتروفي يعني يصير تضخم. When these compensatory mechanisms of the heart begin to fail clinical signs and symptoms develop لما تبدي هذه الآليات التعويضية للقلب فيبدي بالفشل وتتطور الأعراض. طبعا يمكن انه هذه الآلية المرضية اللي ذكرناها يمكن انه نذكرها بهذا المخطط اللي حيصير انه الليفت انتركال سيستول بريشر
حيصير انجريز بي ديو تو ستينوسيس اورتيك فالف، فالليفت فينتركل حيصير بيه هايبرتروفي الضخام، حيصير بيه دايليشن يعني يتوسع، بعدين بالاخير حيصير ليفت فينتركل فيلر. فالمريض ايش حيعاني؟ يعاني من كورينري انسفيشنسي، حيصير عنده تشيس بين، حيصير عندنا سيربرا انسفيشنسي، حيصير سينكوفي، حيصير بعدين براها يتأثر الليفت اتريوم، حيزداد الضغط بي، حيصير عندنا بعدين بولمناري كونجيشن بالاحتقان بالأوعية الدموية بالأوردة الدموية الرئوية، وبعدين يصير عندنا بولمناري اوديما تظهر بكل انواع الدسنية، وبالاخير حيتأثر الرايت فينتركل، حيصير عنده رايت. طبعا هذا السلايد يوضح لنا الكلينيكال مانفستيشن اوف ذا اورتيك ستينوسيس. ماني بيشنت وذ اورتيك ستينوز اسيمبتوماتيك، يعني هم ما تظهر عليهم اعراض، لكن بيشنت يجولي فيرس هاف اكسيرشنال ديسني كوز باي ليفت فينتركل فيلر، لكن قد يعانون أول شيء من ضيق بالتنفس، وهذا ناتج من نتيجة عجز البطين الأيسر. ديزينيز اند سينكابي يصير عند المريض أيضا، لأنه بسبب قلة ريديوس بلاد فلو تو ذا برين. ايضا من العلامات الاخرى هذا المريض يمتاز انه عنده انجينا بيكتوريز از فريكوينت سيمبتوم ذات ريزلت فروم انجريز اوكسجين ديماين او فايبر كلوروفي او ليفت فينتريكل ذي ديجريز تايم ان دايستوليك of myocardial perfusion and the decreased blood flow into the coronary artery. طبعا الذبحة الصدرية هي عرض متكرر ينتج من عن ينتج، طبعا هاي تظهر بأثناء الجهد، فش حيصير انه ينتج انه زيادة المتطلبات الأكسجين by the result for increased oxygen demand of hypertrophy left ventricle، حتزداد متطلبات الأكسجين للبطين الأيسر المتضخم أثناء الإجهاد، وانخفاض الوقت اللي هو الانبساطي بالتروي لتروية عضلة القلب، وانخفاض عن ديجريز بلاد فلو انتو ذا كورناري ارتري. فهذا العدم التوازن اللي حيصير بين بين الدماي اند السبلاي اوف ذا بلاد حيولد لنا هاي حيصير عندنا هذه الانجينا فيكتوريز اللي هو تشيس بين يظهر عند المريض. والبلاد برشر كان بيلو، يمكن ان يكون ضغط الدم منخفضا ولكن بصوره طبيعيه هو نورمال. دير مي بي قد يصير انه لو بالبالس برشر، لانه بسبب انه دايميشن اوف ذا بلاد فلو. طبعا هذا السلايد يوضح لنا الميديكال مانجمنت اوف ذا اورتيك ستينوسيس. اول شيء نعطي الانتي بايوتيك بروفيلاكس تو بريفنت اندوكارديتس، ينطي حتى انه كوقايه تعطى المضادات الحيويه للوقايه من التهاب شغف القلب. افتر ليفت فينتركل او ديس اريثميا اكر ميديكيشن ار بريسكرايبد، طبعا هنا ينطي ايضا علاج الليفت علاج الهارت فيلر كونجستيف هارت فيلر، وينطي ايضا في حاله اذا ظهر عنده اضطرابات بالنظم حينطي عندنا الميديكيشن اللي هو انتي اريثميك دراكس. طبعا العلاج للأورتيك ستينوسيس يصير سيرجيكال اللي هو ريبليسمنت اوف ذا أورتيك فالف.
البيشن هو أرسمتوماتيك المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض and are not surgical candidates، يعني ما مرشحين للعمليات الجراحية، فيمكن أنهم يستفيدون maybe benefit from one or two balloon precutaneous valvuloplasty procedure من إجراءات رأب الصمام عبر الجلد، أما بالون واحد أو اثنين. طبعا بالبري اوبريشن نيرسينج مانجمنت انه يطلب من الممرض انه يقعد يم المريض ويسوي له البيشنت تيشنج. البيشنت تيشنج يصير حول الانتي كوجلانت ثيرابي، انه لازم انه هذه الانتي كوجلانت تتوقف من 5 to 7 days بيفور ذا سيرجري، لانه اذا ظل يستمر احتمال يصير شنو عند المريض، اذا ظل احتمال يصير عنده هيموريج أثناء العملية. فبعدين ينصحه أنه لازم أنه يتوقف عن التدخين، وأنه لازم الممرض يقعد يم المريض يعرفه بالعملية، يعرفه يعني يشرح عن العملية، يشرح عن الاي سي يو، عن الريكفري فيس، يخبره بالمدة مكوثة بالمستشفى، إيش وقت يرجع النورمال اكتيفيتيز. طبعا الستيب الاخر اللي هو المفروض انه الممرض يسويه قبل العمليه هو الاسسمنت. الاسسمنت انه يجولي بيجان وان داي اور دايز بري سيرجري، يعني قبل ايام من العمليه، فيسوي المفروض انه يتاكد انه المريض مسوي ايفالويشن از كومبليتد بيفور انتر هوسبيتال، نيو هيستوري فيزيكال اكزامينيشن، يسوي له فيزيكال اكزام اي سي جي، سيرم الكترولايت، كوغليشن سكرين، التايبنج كروس ماتشنج، يعني نوعيه الدم من يصرف ما الدم، كل هذه يحضرها انه قبل العمليه. ايضا من الشغلات الاخرى اللي تسوى قبل العمليه هي سايكولوجيكال سبورت. فالنيرس المفروض انه يساعد المريض بريبير ايموشنال باي يوزنج كوميونيكيشن اند تيتشنج تو انديوس مودريت ليفل اوف انزايت، حتى يقلل من هذا القلق. طبعا المريض قبل العمليه قد يعاني من القلق، من الخوف، الفير اوف انون، فير اوف بين، فير اوف ايمج تشينج، يعني انه يصير عنده خوف من شيء ما يعرفه، شيء خوف من الالم قد يصير بعد العمليه، خوف من ان يتغير شكله، خوف من الموت، فير اوف داينج. فالمفروض ان الممرض يقعد يمه وانه يتكلم by using communication حتى induce هذا المودريت ليفل اوف ذا انزايتي، حتى يقلل من الخوف والقلق اللي عند المريض. طبعا من الشغلات اللي تسوى ايضا قبل العمليه انه الفيزيكال بريبريشن، يعني يبدا يحضر المريض كحاله فيزيكال، شنو انه يسوي له عندنا شاور وذ انتيسبتيك سوليوشن، ويعطيه عندنا موديكيتد فور سليب نايت بيفور سيرجري، يعطيه مهدئات قبل ليله من العمليه. طبعا هسه احنا حنحكي على النيرسينج مانجمنت فور بيشن افتر اوبن هارت سيرجري، اللي طبعا يعني هنا حنذكر ان النيرسينج دايجنوستيك بيشن بروبلم ونشوف العنايه التمريضيه اللي تقدم لها. النيرسينج دايجنوستيك هو اول شيء عند المريض يعاني من الاكيوت بين، هذا الاكيوت بين قد يكون ريليتد تو ذا سيرجيكال تروما من نتيجه انه مايس العمليه، او من نتيجه صاير بلورا اريتيشن بغشاء البلورا، من نتيجه انه تشيست تيوب، او نتيجه انه صاير بالانترنال ميموري ارتري دي سكشن، صاير انسلاخ بالارتري الابطي. ف
العناية التمريضية شنو هو؟ انه يجي المفروض الممرض يسوي اسسمنت للالم، يعني يشوف التايب مالت الالم، يشوف اللوكيشن، يشوف الانتنسيتي، يشوف الكواليتي، يشوف الديوريشن اوف بين، يشوف ان الرايديشن مالت البين. يعني المفروض انه ايضا الممرض يعرف يميز بين ديفرينيشن بتوين ذا سيرجيكال بين عند انجينال بين. مثلا السيرجيكال بين يشوفه موضعي يصير لوكلايزيشن، في حين ابو الانجينال لا يمتد الالم، يصير بامتداد للالم مالته. الديوريشن مالت يعني ابو الانجينال بين يعني الفتره مالته قد يصير من 5 الى 15 دقيقه، في حين ابو السيرجيكال بين هو طول الوقت يصير اللوكلايزيشن وحس وعلى مكان العمليه. اذا اخذ التخطيط للممرض يعني اخذ تخطيط للمريض، فابو الانجينال بين يصير اكو تغيير بالتخطيط مالته، يعني في نفس الوقت اللي يصير عنده تشيسمين، في حين ابو السيرجيكال بين هو يصير التخطيط نفس التخطيط اللي هو قبل الالم، يعني ماكو تشينج بالاي سي جي مالته. فأيضا من الشغلات اللي يسويها الممرض انه انكرج روتين بين يعطي بين ميديكيشن، يعطي سيداتيف دوسينج فور ذا فيرست 24 to 72 اوبزرف فور سايد افكت اوف ليثرجي. ولازم يلاحظ انه اذا السايد افكت مالت هذا البين ميديكيشن قد يصير عنده تعب، ارهاق، قد يصير هايبوتنشن، قد يصير تكيكارديا، قد يصير سبيريتوري ديبريشن، فيلاحظ هذه ويسجل العلامات للطبيب. طبعا النيرسينج دايجنوسيز المشكلة الأخرى اللي احتمال يشوفها الممرض ويا المريض قبل الأوبن هارت سيرجري، هو يصير عنده ان افكتيف رينال تيشو بريفيوجن ريليتد تو ديجريز كارديك اوتبوت. فالهدف مالت العنايه يصير بباله انه مينتنس اوف ادكويت رينال برفيوجن. النيرسينج مانجمنت هو انه اول شيء حيسوي اساس للرينال فاكشن، يعني المفروض انه يسوي ميجر انه للاوتبوت انه افري هاف اور تو فور اور، يعني 4 ساعات الاولى انه نسوي تشيك لليورين اوتبوت كل نص ساعه، بعدين براها من 8 الى 12 ساعه لحد ما يخرج يطلع من المستشفى، ويقيس ايضا اليورين سبيسيفيك جرافيتي ويسوي مونيتورنج لللاب ريزلت، يعني يدز لللاب للليبريتاري يعني للمختبر، ويسوي عندنا بلاد يوريا نيتروجين وسيرم كرياتينين واليورين وسيرم الكترولايت يسويها للمريض، وبعدين يبدي يحضر انه للمريض بريبير تو ادمنستريتد رابيد اكتنج دايريتيك يعني اور نيتروبيك دراكس دوبامين ديبوتامين هاي اكوردنج تو دكتور اوردر و بريبير ذا بيشن فور دايليسيز. المفروض يحضر انه الجهاز مالت الدايليسيز اور كونتينيوس رينال ريبليسمنت ثيرابي اذا احتاجه اف انديكيتد. طبعا النيرسينج دايجنوسيس او البيشن بروبلم الثالثه اللي احتمال يشوف الممرض بالاي سي يو بالانتنسيف كير يونت، حيشوف انه المريض قد يصير عنده انفكتيف ثرومو ريجوليشن ريليتد تو انفكشن. طبعا الهدف من انه من النيرسينج مانجمنت حيظل بباله انه كيف يحافظ انه maintenance of the normal body temperature، يعني يحافظ على الحرارة مالت المريض.
فايش حيسوي؟ حيسوي المفروض انه اسيس للتمبريتشر افري اور، يوز اسيبتيك تكنيك، يعني من انه وين تشينج دريسنج وين سكشن بالاندوثريكال تيوب، مانيتين كلوز سيستم فور اول انترافينوس اند ارتيريال لاين فور ذا اندولينج يوريناري كاثيتر. يعني كل هذه الشغلات المفروض يستعمل بها السبتيك تكنيك، اند اوبزرف فور ذا سيبتوم اوف بوست بريكارديوم سيندروم، الفيفر، الفتيك، البريكارديال فيوجن، البريكارديال فراكشن راب، الارثليجيا. يعني يلاحظ اذا صار عنده اي علامه من هذه العلامات ويسجلها للطبيب administered for anti-inflammatory agent as directed. يعني إذا أنه احتاج يمكن أنه قد ينطي للمريض أدوية الالتهابات. أيضا من inpatient problem أو nursing diagnosis اللي يشوف الممرض قد يشوف عند المريض أنه deficiency knowledge about self-care activities. فيظل بباله الممرض انه شلون يحافظ ability شلون يخلي المريض ability to perform self-care activity. فالمفروض انه الدايت اند ديلي ويت يعلم للمريض، الاكتيفيتي بروجريشن يعلم للمريض شلون انه يمارس الفعاليات بصوره تدريجيه، الاكسرسايز يعلم شلون يسوي ديب بريثينج حتى يسوي باللانج اكسبانشن اكسرسايز له، يعلم التمبريتشر مونيتورينج، يعلم على ميديكيشن ريجيم، يعني الميديكيشن اللي ياخذه يعلم على السائله اكشن مالته سايد افكت، يعلم شلون ياخذ الحراره البالس توكينج، يعلم اهله شلون يسوون سي بي ار الكاريوبولمينري ريستيشن اذا احتاج المريض. فهذه كلها المعلومات يطيها على شكل كتيب بريتن انستراكشن، يطيه بروفايد فور فيربال يعني يعطيه شفويا ويعطيه على شكل ريتن انستراكشن، ومن ضمنه يدخل ايضا يعلم العائله ايضا شلون يعتنون بالمريض مالتهم، اند ميك بيت ريفيرال كارديك ريهابيليتيشن بروجرام، او يبدي انه يدز الى البرامج التاهيل بعد ما يطلع من المستشفى. طبعا وصلنا الى الكونجنتال هارت ديزيز، واول ما نحكي انه الكوزز مات الكونجنتال هارت ديزيز هو unknown، لكن هناك ريسك فاكتور فور كونجنتال هارت ديزيز اللي هي انه اذا كانت البريجنسي تاخذ عندنا الدراكس اللي هو الثري دومايت is being used to treat for the skin condition and cancer. ويعني هذا العلاج اللي يستعمل الثاليدومايت اللي يستعمل لعلاج السكين ويعتبر والكانسر، فهذا يمكن شافوا بالدراسات يمكن ان قد يؤدي الى الكونجنتال هارت ديزيز. الانتي سيجر اللي هو مالت الادويه مالت الصرع يمكن ان تؤدي الى الكونجنتال هارت ديزيز. الكونجنتال هارت ديزيز ايضا اللي اذا كانت البريجننت تنصاب بالحصبة الألمانية ريوبل جيرمن ميسلز، وشافوا ايضا انه بالريسك من الريسك فاكتور انه الدرينكينج فور الكحول او اند السموكينج، يعني لما البريجننت اذا كانت تشرب الكحول او درينكينج فور الكحول او سموكينج
فيمكن انه قد يكون الطفل اللي تجيب لتولده يمكن انه قد يكون كونجنتال هارت ديزيز الدايبيتيك. شافوا انه ايضا انه المرأة الدايبيتيك يمكن انه قد تولد اولاد قد تولد اطفال عندهم كونجنتال هارت ديزيز الهيرديتي، يمكن قد تكون فيميليا، يعني اكو بس عائله جوز الاب والام والابن العم كليتهم عندهم امراض كونجنتال هارت ديزيز يعني فيميليا. الداون سيندروم الطفل المنغولي هذا ايضا يمكن قد يكون عنده كونجنتال هارت ديزيز. طبعا العلماء قسموا الكلاسيفيكيشن اوف ذا كونجنتال هارت ديزيز اكوردنج تو ذا بولمينري بلاد فلو، يعني خلوا تحت عنوان الانجريز بالبولمينري بلاد فلو الامراض، وخلوا عنوان تحت عنوان الديجريز بالبولمينري بلاد فلو الامراض. فمن الامراض اللي خلوها تحت العنوان انجريز بولمينري بلاد فلو الباتن داك ارتريوسيس والاتريال سبتال ديفكت والفنتركل سبتال ديفكت. تحت عنوان ديجريز بولمينري بلاد فلو خلوها البولمينر سينوسيس تترولوجي اوف فالود لترانكس ارتريوسيس لترانس بوزيشن اوف ذا جريت ارتريز. طبعا اللي احنا ناخذ مثال عليهن، احنا ناخذ مثال انه بالانجريز بالبولمينار بلاد فلو حنشرح لكم على اتريال سبتال ديفكت والفنتركل سبتال ديفكت، وبالديجريز بولمينار بلاد فلو نشرح لكم عن التترولوجي اوف فالو. طبعا هسه وصلنا للاتريال سبتال ديفكت الفتحه بين الاذينين. بالفتحه بين الاذينين اذا نريد نعرفها هو اوكسجينيتد بلاد از شانت فروم ذا ليفت تو ذا رايت اوف ذا هارت ثرو ذا ديفكت، يعني اكو هنا شانت فحين نقل الدم من جهه الليفت اللي هي الضغط العالي اللي بيها اكسجين هوايه الى جهه الرايت اللي هي اقل اكسجين واقل ضغط. فاذا هو اوكسجينيتد بلاد شانت فروم ذا ليفت تو رايت اوف ذا هارت فاي ذا ديفكت. تعريف التايب اوف اي اس دي التايب اوف اتريال سبتال ديفكت، اكو عندنا الكورينري ساينس سبتال ديفكت اللي هي تصير نسبتها 1% اوف اتريال سبتال ديفكت، يعني 1% نسبتها. ساينس فينوسيس ديفكت تصير 10% اوف اي اس دي، والأوستم سيكندم 70% اوف اي اس دي، والبرايم والأوستم برايمم ديفكت تصير 20% اوف اي اس دي. طبعا هسه حنحكي نبين لكم واحدة واحدة وين موقعها الأوستم سيكندم وين تقع. هذه تقع الأكر in the center of the septum between the right and left، يعني هاي يصير بالسنتر بالسنتر of the septum between the right and left وصير زين. الأوستم بريميوم تصير in the lower portion of the atrial septum، هذا عندنا السبتم هي تصير باللور portion يعني بالجزء السفلي من الاتريال سبتم. sinus venosus هذه تقع بالأبر portion of the atrial septum، هاي بالأبر portion of the atrial septum. البايثوفيزيولوجي طبعا اللي حيصير انه احنا قلنا الاي اس دي هو اوكسجينيتد بلاد فروم ذا ليفت
to the right side through the shunt to the right side of the atrium. زين هسه اللي حصير انه هو increase is هنا احنا جهة الليث الاكسجين والبرجر اعلى من جهة الرايت، فهنا اكو فاتحة اكو شانت، فش حيصير انه حينقل الدم من جهة الليث الى جهة الرايت. هنا الطفل مالتنا هو باقي نو ساينوسز، لانه دا ينقل الدم من الجهة اللي ضغط من جهة الاكسجينيتد الى الجهة اللي اقل اكسجينيتد، فهسه هنا راح الدم. بعدين هنا شكو اكو هنا ترايك اسود، حي بصير مرحلة الكونتراكشن هنا حيصير شنو ينقل الدم بيسنج تو ذا رايت فينتريكل، بعدين هنا هذا عندنا البولميناري فينقل الدم عبره الى الرئة. طبعا هنا ايش حيصير انه من نتيجة انه الدم هنا الدم بعده وده يجي عن طريق الانفيريا فيني كيفا والسوبر فيني كيفا للرايت اتريوم، وهنا ده يستقبل كمية من الدم اللي ده يجي من اللفت اتريوم، فحيصير اجهاد على جهة الرايت، حتزداد كمية الدم انجريز فور بولميناري بلاد فلو، يزداد الدم اللي يروح للبولميناري بلاد فلو. هاي بمرور الزمن شو يصير؟ حيصير بي هايبرتيشن البولميناري ارتري. فايش حيصير؟ يمن يصير هايبرتيشن يرتفع الضغط بي هنا جي الرايت فينتركل، حيصير عندنا هايبرتروفي، حيتضخم. فيمن يتضخم الرايت فينتركل هايبرتروفي ايش حيأثر؟ حيأثر على الرايت اتريوم. ايضا حيزداد الضغط بالرايت اتريوم، فمن يزداد الضغط هنا اذا صار الضغط اعلى او مقارب للليفت اتريوم فحيصير عندنا حيصير بالعكس الشانت، حصير من جهة الرايت الى جهة الليفت. اذا صارت الشانت من جهة الرايت جهة الليفت حيصير المريض يظهر ساينوسز. ليش؟ لانه حينقل الدم الكمية قليلة الاكسجين بي دي اوكسجينيتد بلاد تو ذا ليفت، فيمن ينقل جهة الليفت الدم طبعا تعرفون انه حينقل من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، وهنا الاورتا حينقل كل انحاء الجسم دم بدي اوكسجينيتد كمية قليلة من الاكسجين، فنتيجة لهذا حيظهر الساينوسز المريض عندنا. طبعا هسه احنا وصلنا للكلينيكال مانيفيستيشن اوف اي اس دي ان موجيريتي ريمين اسمبتوماتيك، يعني اكثر المرضى هم يصيرون اسمبتوماتيك ما تظهر عندهم الاعراض، اللي ينسمع ايضا عندهم السيستوليك مارمر اد بيس هيرد اون ذا سكند اند ثيرد انتركوستس بيس، يصير عندهم ديس اريثميا، لانه شو يصير؟ يصير عندهم تضخم. احنا قلنا يمن ينقل الدم من جهة الليفت من الليفت اتريوم للرايت اتريوم بالرايت اتريوم اكو منو اكو الاسينود، فشنو حتتأثر؟ حيصير عندنا الكهرباء يتأثر فيصير يظهر عنده ديس اريثميا المريض. انجريز الفتيكابيلتي، يعني المريض يصير عندنا فتيك، ان يمكن انه المرضى يصير عندهم تشيست انفكشن بريثليسنس، لان يصير عندهم حيصير عندهم بالرايت هارت فيلر، يصير عندهم بولجينج او ذا تشيست، يعني انتفاخ بالتشيست من نتيجه انه هذا التضخم اللي صار بالرايت فنتركل. قد يصير عندهم جراوث فيلر سام تشيلدرن، يعني تاخر بالنمو. قد يصير عندهم بعض الاطفال طبعا ايضا
يصير عندهم ساينوسيس بالاخير الليتر ستيج، يمن يقوم لمن الدم يمن الدم يقوم يعبر من جهه الرايت جهه الليفت جهه الرايت، بها عندنا دي اوكسجينيتد بلاد، فحيوصل كل انحاء الجسم دم بكميه قليله من الدم، فيظهر عنده ساينوسيس المريض. كارديو ميجالي يصير عنده اعتلال بعضلات القلب، قد يظهر عنده البولموناري فاسكل بلاي يعني الصمه. الايكو ايش حتبين؟ حتبين انه بالرايت فينتركل فوليوم اكو اوفرلود، اكو لين يوصل كميات كبيره من الدم الى البولميناري. فنتيجه لهذا بان الرايت فينتركل يمن يرتفع الضغط بالبولميناري ارتري، الرايت فينتركل حيضغط على نفسه حتى يدفع الدم فيصير اوفرلود بي. الكارديكاثيريزيشن ايش تبين؟ تبين يمن يصير عندنا الشنت من جهه اللفت جهه الرايت، حيوصل جهه الرايت كميه من الاكسجين، فتزداد نسبه الاكسجين عن المعدل الطبيعي، فباللي قصره يبين زياده نسبه الاكسجين بالدم. طبعا العلاج كميديكال لهذا المريض انه يعطي ديجوكسين تو امبروف كارديك اوتبوت، بعدين اذا كانت يمكن انه يعالجوه كميديكال بالقسطره يعني دورن كارتيكاتيريزيشن اكلودد، يمكن انه قد يسدوها الزبليس ان ذا ديفكت مثل هاي باعوا خالين هذه الستاينينج، يمكن قد يسدوها بهاي الشبكه. عندنا العلاج السيرجيكال تريتمنت، العلاج السيرجيكال تريتمنت هو يصير يصير سويتش او باتش هول كلوز. الباتش شباب هاي يصير رقعه يجيبوها هاي صناعيه من الخارج تجينا ويخيطوها على الفتحه بقى مثل هذا الخياط، فيخيطوها هاي الفتحه بين الاذينين، وهنا عندنا جابوا هاي الباتش. طبعا هسه وصلنا الى الفنتركل سبتال ديفكت. الفنتركل سبتال ديفكت اذا نريد نعرفه هو اوكسجينيتد بلاد شانتينج فروم ذا ليفت تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت باي ذا ديفكت، يعني الدم يمر من جهه الضغط العالي الى الجهه الاقل ضغط عبر هذه الشانت، فنسميها فنتركل سبتال ديفكت يعني فتحه بين البطينين. الشيء ان البايثوفيزيولوجي اللي حيصير، احنا عندنا عندنا شنو فتحه بين البطينين اللي هو يجي الدم من المنطقه الضغط العالي من الليفت فنتركل للرايت فنتركل، بعدين هنا اكو البولميناري ارتري. طبعا البولميناري ارتري ده يجي الدم بعد ده يجي من هاني من هاي الفتحه، وده يجي دم بالمجرى الطبيعي اللي هو يجي دم عن طريق الانفيريا فينا كيفا والسوبر فينا كيفا للرايت اتريوم، بالرايت اتريوم يصير كونتراكشن يعبر الدم عبر الترايكاسبيد فيوصل للرايت فنتركل، ده يعبر الدم وين بعدين بالرايت فنتركل حيعبر الدم الى البولمينار ارتر، فالبولمينار ارتر ده يستقبل الاثنين، الدم اللي ده يجي من الفنتركل سبت ديفكت ومن هذه المجرى الطبيعي. مرور الزمن ايش حيصير؟ حيزداد المقاومه، يزداد الضغط بالانكريز بالبولمينار ريسيستنس، يم يعني تزداد المقاومه فيه، فهنا الرايت فنتركل حيزداد البريشر يعني حيضغط على نفسه حتى يدفع الدم عبر البولميناري ارتري، فمن يزداد الضغط ايش حيزداد؟ حيزداد عندنا الرايت فنتركل هايبرتروفي، حيصير عندنا حجمه كبير، حيصير هايبرتروفي، يمن يصير انيلارجمنت بالرايت فنتركل، فيمن يصير انيلارجمنت بالرايت فنتركل منو حيتاثر؟ يتاثر عندنا الرايت اتريوم، بالرايت اتريوم ايضا يزداد الضغط يزداد حجمه.
فهنا يمن يزاد حجم حتى ظهر عندنا شنو عندنا الايسن مانجرز السندروم اللي هو شنو هذه بالايسن مانجر سندرومز هنا يمن يزداد الضغط بالرايت فنتركال اذا صار الضغط مقارب للليفت فنتركال او شويه اعلى من عنده فحيصير الدم شنو حيصير الدم بيمر بالاتجاه المعاكس عن من جهه الرايت الى جهه الليفت فجهه الليفت منه اكو الاورتا فحينقل الكل انحاء الجسم دم بيدي اوكسجينيتد بلاد فيظهر الطفل ساينوسز يعني بالبدايه كان اي ساينوتيك يمن الدم كان ينقل من جهه الليفت الى جهه الرايت يمن وصل بالنهايه الى مرحله صار بي انلارجمنت بالرايت فنتركل وصار الضغط عالي فايش حيصير؟ حيصير انه الدم حيمر يصير بالجهه يمر بالاتجاه المعاكس يعني من جهه الرايت الى جهه الليفت وهنا حيظهر الطفل عندنا ساينوسز. طبعا التايب اوف في اس دي اكو ميمبرنز واكو الماسكلر والميمبرنز بنفس الوقت انه نقول عليها بري ميمبرنز اذا كانت هذه بلو ذا اورتيك فالف ونقول عليها ان فان ديبيولار اذا كانت هاي الفتحه تصير عندنا اذا كانت خلف عندنا البولميناري فالف. طبعا هسه احنا وصلنا للكلينيكال فيتشر اوف في اس دي. هذا المريض يصير عندنا يعني اذا نسمع عند سيستوليك مرمر يصير عنده ديسنية يصير عنده تكي ابنية يصير عنده فيدينج ديفيكولت يصير عنده بورب جراوت يصير عنده بروفيوز برسبيريشن يصير عنده ريكرنت بولميناري انفكشن لانه هذا المريض يصير عنده كورسيستنس بالبولميناري ارتري يصير عنده كارديك فيلر لان صار عنده انلارجمنت بالرايت فنتركل يصير عنده ساينوسز لانه بالاخير شفتوا دم شلون بدا يعبر من جهه الرايت لجهه الليفت يصير عنده ديجيتال كلوبينج بنتيجه عندنا ساينوسز يصير عنده بور اكسسايز تولرنس هاي نتيجه عرض كلها مالت الهارت فيلر. طبعا الميديكال العلاج مالته انه كميديكال انه يطوى ايضا ديجوكسين تو امبروف الكارديك اوت بوتيت وبروفيلايتيك انتي بايوتيك حتى يمنعون اندوكارديتس بكتيريال اندوكارديتس. طبعا في حاله اللارج ديفكت فيحتاج انه اوبن هارت سيرجري يحتاج كارديو بولمناري باي باس بهاي الحاله انه يجيبون باتش اللي هي شنو رقعه ويخيطوها على الفتحه والسويتشر باتش هول كلوز بعرف شلون هذه الرقعه ومخيطيها هاي الفتحه وهنا هاي الرقعه مخيطيها على الفتحه هاي اد سيرجيكال النيرسينج مانجمنت. طبعا انه لازم النيرس الممرض يعرف السان سبتم مالت البي اس دي كاري اوت انفستيجيشن يسوي له انفستيجيشن مونيتور فور بوتاسيوم ليفل لانه هو يصير عنده رايت فنتركل هارت فيلر احتمال يصير عنده احتباس بالسوائل احتباس بالالكترولايت فانه يشيك الانتيك والاوتبوت يقيس له البلاد بريشر يعطي طبعا وقت يعطي التايملي ادمستريشن اوف ميديكيشن وبروفايد ريست يعني لازم ما يتعب المريض انه لازم يرتاح حتى يقلل من كمية الاكسجين اللي يحتاجها نسوي له سايكولوجيكال سبورت ونمنع من عنده بريفنشن اوف انفكشن لانه شفتوا انتوا دائما يصير ريكارنت فورتيس انفكشن من نتيجة انه هذا الريسيستنس اللي تيصير عندنا بالبولمينري فيكون متعرض الى انه دائما يصير بـ chest infection فاحنا لازم انه نمنعه prevent